كل واحد بيطلع أمه وبيطلع قريبه وأخوه عشان يدافع عنه دلوقتي. تمثيلها في الحتة اللي هما بيتقالوا عليها دي، اللي هي حتة اللي هو قاعد تقول فاهم؟ مش اللي هو حد ناضج فاهم، يعني انت بتبقى فرحان قوي، يا بص انا عملت ايه، بص عملت ايه، فاهم؟ ورجعنا لكم تاني في الحلقة الرابعة من برنامج الحوار. اهلا اهلا اهلا، معاكم عمر البدراوي، معاكم كريم اسامة. وكريم، عايزين نبدأ الحلقة النهاردة بموضوع مهم جدا، موضوع قلب الشرق الأوسط كله. ايه بقى؟ تمثيل داليا شوقي في مسلسل السفاح. ماشي، والشلة دي كلها بقى، داليا شوقي بجوز أختها اللي هو اسمه ايه، محمد فراج، و اسمه ايه هو جوز أختها محمد فراج. واحمد فهمي بقى وكريم فهمي والشباب الحلوه اللذيذه دي كلها. ماشي، انت اصلا شفت كمان حوار امها وهي طالعه بتقول دول عبده اصنام وبتاع، اللي هم اللي بيقولوا اللي لا خالص مش الحوار ده. لك الناس اللي ايه عبده الاصنام ومش عارف ايه، اللي بيشككوا في داليا او اللي بينتقدوا داليا، جو كده بقى فاهم، كل واحد بيطلع امه وبيطلع قريبه واخوه عشان يدافع عنه دلوقتي. بس خلينا بقى نتكلم عن الحوار ده. بس احنا لو بنتكلم سبيسيفيكلي على تمثيلها في الحته اللي هم بيتقالوا عليها دي، اللي هي حته اللي هو قاعد تقول انا يعني تاني، انا في الموقف ده لو انا عرفت اللي هي عرفته، لو انا بفكر كده في الحقيقه بعد الشر طبعا، يعني لو انا حطيت في الموقف بتاعها ده، انا موست بروبلي هنهار. يعني انا مش هبقى اللي هو هعيط طبيعي واقول لا، انا اللي هو انا هعيط، هي هعيط بحرقه عشان فجأة اكتشفت ان هي عايشه في ميه بطيخ، في حاجه كانت بتتعمل من وراها وهي مش فاهمه ان هي بتعمل من وراها، او ما كانتش اصلا متخيله ان ممكن حاجه زي كده تحصل given the circumstances. طبعا هو عمر مش عايز نحرق عشان ما اتفرجش على المسلسل، بس انا لو انتوا عارفين يعني، او اتفرجتوا انتوا عارفين يعني، انا فانا تمثيلي بالنسبه لها، تمثيلها قصدي بالنسبه لي ما كانش بص انا اقول لك، انا عارفه برضه عشان ايه يعني نعرف نتكلم براحتنا، انا عارفه ان هي ساعتها عرفت ان هو قتل اختها تقريبا او حاجه كده، او قتل حد يقرب لها، لا مش مهم، عرفت ان هو سفاح من الاخر. المهم يعني عرفت ان هو سفاح، ده اللي انا فهمته. فهي وهي المفروض كانت مراته او حاجه كده، مراته بالظبط. ماشي، فالفكره بقى ان هي عارفه ان هو سفاح، فهو الناس مش بتقول ان هي ليه بتعيط بحرقه، هو بيتكلموا على الطريقه. انا برضو ما شفتش المسلسل، انا ما اعرفش اي حاجه، كل انا شفته الفيديوهات فيسبوك وتويتر وبس، فده كل معلوماتي عن الموضوع. فهي بتقول، بيقولوا ليه يعني ايه فاهم كده، وايه اللي مش عارف، هو دي الناس تتكلم على الطريقه دي. انا عادي، الفكره يا جدعان ان الحوار الصدمه والانهيار ده بيختلف من شخص لشخص. ماشي، في ناس فعلا بتبقى بالطريقه دي، في ناس اللي هي بتبقى ساكته ما بتتكلمش ولا حتى بتدمع ولا حاجه. في ناس اصلا بتقول نكت لما بتاخد الصدمه، فاهم؟ فهي بتختلف من شخص لشخص. بس الفكره بقى في الموضوع ده كله مش رد فعل الجمهور، عادي الناس اللي بتتريق. بس انا قبل بس ما اكمل، انا فالناس كعامه ممكن اكون متفاهم هم ليه عملوا حاجه زي كده، عشان بقى اسمها داليا هي في الحقيقه بقى شفت لها انترفيو كده كان سريع بسرعه بتاع اللي هو انا مش ايوه بالظبط، هي عباره صراحه يعني مش عارف، هي عادي ممكن تكون دي طريقتها عادي يعني، بس هي في ناس يعني تاني، انت كواحد ممثل او كواحده ممثله، انت لازم تبقي فاهمه ان جزء من شغلك هو انتقاد الناس. لو انت هتبقي متضايقه من انتقاد الناس كعامه، يبقى ما انت عامل زي اللي هو الناس اللي بتحط صورتها بروفايل بيكتشر بابليك، العالم كله ممكن يشوفها، حتى مارك زوكربيرج نفسه، بس لما يتضايق لما حد يعمل كومنت من بره، طب ما انت اللي عملته بابليك، انت اللي خسران انت عملته بابليك، فانت برضو بتمثلي الجمهور، بتمثلي العالم، فممكن ناس تنتقدك ممكن ناس لا. في ناس من عند ربنا سبحان الله بيبقوا محبوبين، يعني هما كده من غير ما يعملوا اي حاجه اكسترا، من غير ما يعني تحس ان هم يعني تحس على طبيعتهم مش بيمثلوا، وناس حباهم، في ناس بتأفور قوي، فهي كانت مأفورة شوية في الانترفيو، انا حاسس ان هي مثلا بالنسبة لي اوفر،
بس تاني انا مش شايفها ان هي بتمثل وحش. انا بالنسبه لي على فكره في المسلسل ده هي كانت من التوب اللي بيمثلوا اصلا في المسلسل. ومين تاني؟ البنت اللي هي اختها، البنت دي طالعه مش فاكر اسمها، معرفش اسمها ايه، هي اللي كانت طالعه في المسلسل اللي هو بتاع ريفو ده، هي البطله برضو. اه البنت الأردنية دي مش فاكر اه اسمها. دي ايوه برضو ايوه طالعه بتمثل تحفه، انا حلو سبحان جدا. الله البت دي ما بطيقهاش انا خالص. كنتش طايقها على فكره، كنت مش طايقها في ريفو، بس في الـ اسمه ده، في المسلسل ده الصراحه مسلسل حلو جدا. انا ما كانتش ريفو بس، كانت كذا حاجة. انا مش فاكر اه اللي هو المسلسل اللي هو بتاع كريم فهمي ده، اللي هو كان ايه اللي هو كان مع ريهام عبد الغفور، وكان لا معرفوش. غلط معاها وبتاع، وهي كانت ام مراته وحوارات كده. مش فاكر كان اسمه ايه المسلسل ده، بس برضو كانت فيه كانت مستفزه قوي. اي نعم هي برضو طالعه بدور ان هي لازم تبقى مستفزه، بس مش عارف هي شكلها بيستفزني، بس ده ما لهوش علاقه بالتمثيل. اه الصراحه بس فانا كنت حابب تمثيلها. اللي بقى كنت متضايق قوي بقى اللي هو موجود اصلا، انا اسف يعني، وممثل المسلسل اللي هو احمد فهمي. ايوه احمد الناس كلها فهمي بتتكلم ان هو زيرو رياكشن. اه يعني هو يعني ممكن في اخر حلقه بدأ كان تقريبا بيحاولوا يشرحوا هو ليه زيرو رياكشن، بس ده ما كانش واضح قوي يعني. ما كانش يعني الناس كانت مستنيه تشوف كاركتر بيلدينج ازاي الموضوع بدأ كده، بس هما جابوا اول مرة قتل اخر حلقة، فجابوا لك بقى وهو بيدمع، كانت اول مرة يقتل، فكان بيدمع بقى وبيعيط اللي هو عمل حاجة زي كده. بعد كده بقى على طول سبحان الله من تاني مرة بدأ ايه الرياكشن بتاعه، وش اللي هو اللي هو يعني سما سمجة كده ومع مش عارف ايه. لا يا عم مش يعني هي انت دي عارف مشكلة مصر ايه في حوار الأفلام والبتاع ده والأفلام والمسلسلات كلها، إن هما تقريبا بيعملوا زيرو ريسيرش، زيرو ريسيرش في أي حاجة. بس انت ما بتعرفش ايش عرفك يعني. افرض هو اوريدي عملوا انترفيو مع السفاح الحقيقي وهو قاعد معاهم، دي كانت طريقته، دي كانت طريقة اللي هو بيبص بالطريقة السامجة دي. بس انا بحس ان انت لما تيجي تعمل حاجة زي كده انت بتدرس الشخصيات عموما، فاهم؟ انت بتدرس محور، يعني عارف يعني الشخص ده كان بيتعامل ازاي، بتشوفه في كذا حاجه، بتشوف كذا واحد مش واحد بس، بتشوف ناس قبليك عملوا حاجه زي كده واتصرفوا ازاي. لان انا كنا لسه متكلم مع حد من صحابنا في الحوار ده، ان ايه السايكوباث، هو المفروض طالع سايكوباث خلاص، هو فقد الاحساس بالشفقه وان هو يقدر يحس بمعاناه الاخرين. اه بالنسبة له الإنسان ده أوبجكت. فهو دول السايكوباث، دول بيبقوا خلاص مخهم حصل زي سويتش كده ومبقوش بيحسوا بالحاجات دي، ودي حاجه علميه. بس ده مش معناه ان هو بيبقى زيرو ايموشن. استني انا ما شفتش الفيلم، ما اعرفش هو هل هو بيضحك ما بيضحكش بتاع، بس انا اللي سمعته يعني ان هو، يعني اللي انا سمعته ان هو ما بيعملش اي رياكشن اه خالص، هو بس رياكشن واحد طول الوقت. بس السايكوباث مش كده، السايكوباث مش رياكشن واحد طول الوقت، احمد فهمي ما شاء الله. يعني حتى ما بيعملش حتى يعني على الاقل ماشي. انا هقول مثلا في سايكوباث كتير مثلا ممكن تشوفهم ان هو مش بيضحك مش بيهاف فن، بس الايموشن الواضح قوي غير البوكر فيس بتاعهم الانجر، فاهم؟ لما بيغضب ده بيبقى ايموشن عنده كتير منه. هل بقى ده كان بيغضب، جايبينه بيغضب، جايبينه بيرياكت بحاجة مثلا زي كده، ولا هو بس برضه حتى وقت الغضب لا برضه زيرو؟ احمد فهمي كان بيمثل ان هو احمد السقا، ده كان شغلته في المسلسل ده يعني. هو كان في مره طالع مع صاحبه السعاده، مع اسمها ايناس، سعد يونس، سعد يونس. سعد يونس. فهو كان بيقول لها موقف حصل كده مع احمد السقا، فهو كان بيتكلم ان احمد السقا بيتكلم ازاي. انت لو بصيت على الفيديو ده وبصيت هو بيمثل ازاي، هو كانه بيمثل احمد السقا، هو مش بيمثل السفاح، بيكلم نفس طريقته، نفس مش عارف ايه. فهو مفكر تقريبا ان اي حد فيها اي حاجه فيها قتل او فيها عنف اكشن يبقى احمد السقا اللي احمد احنا السقا. نروح له. اه احنا خلاص احنا حافظين ان احمد السقا هو الوحيد اللي بيعمل اكشن. بس فهو بيتكلم بنفس الطريقه اللي هي بنفس التون بتاعته، اللي هو انا مش قلت ليه ان هو مش عارف ايه مش عارف ايه بس عايز والكلام حاجة ده. بقى اقول لك حاجة، ده مش عيب احمد فهمي بس، ده عيب مخرج. اه طب ممكن اه طبعا هو احمد فهمي بيعرف يمثل ماشي، ممكن يكون مش ممثل. لا هو ممكن يكون اصلا كمان مشكله الكاستنج نفسه، مش حتى عيب مخرج، ايوه بالظبط، هو ما هو كانش مش ينفع لايق يعني. بالدور ده. الناس كانت بتقول لك ان هو ناس، وده انا صراحه من الهيستوري بتاعهم انا شايف ده فيهم. عندك مثلا ممدوح فرج، سوري احمد فراج، احمد فراج ممدوح فرج برضه هيليق، بس هو لو انا عايز يعني خد بالك ان المسلسل مستوحى من قصه حقيقيه.
ايوه مش دوكيومنتري يعني. هو في حاجات كتير جدا حصلت في المسلسل ما حصلتش اصلا في الحقيقه. هو كان اربع في الحقيقه، هو قتل اربعه، صاحبه ومراته واخت مراته ومش فاكر مين الرابع، في حد كان الرابع مش فاكر مين. هو قتل اربعه بس هو بقى جابه ان هو قتل كذا حد ومش عارف ايه، وعمال يقتل كانه ايه براحته كانه مهم يعني. فهي مستوحاه من قصه حقيقيه. فممكن مثلا ممدوح فرج اللي هو، ممدوح فرج. مش هو ممدوح فرج اللي هو ممدوح فرج ده اللي كان المصارع زمان. لا اسمه ايه تاني ده يا ابني، اللي هو كان طالع في لعبة نيوتن مع منى زكي، اسمه ايه؟ هو اسمه كده. ممدوح، ممدوح فرج؟ اسمه ممدوح ايوه فرج؟ اظن استنى، هو ممدوح محمد ممدوح يا ابني، ممدوح فرج ايه؟ محمد ممدوح، محمد، متأكد؟ استنى نشوف كده عشان مش عاملين بنفتي. ايوه يا ابني محمد ممدوح، اسمه محمد ممدوح. بس اسمه محمد ممدوح فرج حاجة زي كده. يا ابني ممدوح فرج ده المصارع بتاع زمان المهم يعني اللي هو محمد ممدوح، محمد ممدوح كان هيمثل ده حلو جدا، بس هو جسمه مش لايق شوية، فأنا قلت ممكن اختاروا أحمد فهمي عشان الجسم. بس أنت عندك حد تاني زي اسمه ايه بقى تاني، محمد فراج ولا اسمه ايه بالظبط، اللي هو احمد فراج احمد فراج اللي هو مين ده اللي هو قصدك؟ برضو كان طالع في لعبة نيوتن، بس طالع اللي هو الشيخ اللي هو كان في امريكا. لا ده اسمه محمد فراج تقريبا، محمد فراج تقريبا انت اسمه محمد عامل لك مشاكل، هو محمد فراج. بالظبط. ده كان مثلا انا شفت يعني، انت شفت له كذا اكيد كذا حاجة. لا هو فعلا بيعرف ينتقل ما بين الـ الشخصيات، وبيعرف يطلع ويعبر ومش عارف ايه والكلام ده. فهو كان مثلا بالنسبه للمسلسل ده انا شايف، او بالنسبه للقصه دي، هيبقى كان هيبقى لايق جدا، كان هيبقى هيعرف ازاي يطلع من ضحك الغضب لسخريه، فاهم الحاجات دي. برضو في اكزامبل ثانيه يعني، انا قصدي يعني انت لو فكرت هتلاقي كتير غير احمد فهمي. اشمعنى احمد فهمي؟ ممكن يكون هو ومن اللي كان امتى احمد فهمي الافيلبل، اصلا؟ او هو كان واحد صاحبه، او انت عارف الحاجات دي ساعات بتمشي كده فاهم. يعني قصدي يعني من امتى احمد فهمي اصلا ليه في الحاجات دي؟ ما هو يا عم انت حلو قوي في الكوميديا، خليك في الكوميديا، ما تقعدش تقرفنا، ولا ما حتى تطلعش. بقى حلو في الكوميديا يا عم. لا قشطه، انا صراحه ببقى حاسس ان هو عنده كام لاين كده حلو وطريقه معينه، بالذات لما بيطلع مع اسمه ده، اسمه ايه اللي هو بتاع ما تقوليش اكرم حسني اكرم حسني. لا قشطه، يا ابني، مشكله اكرم حسني واحمد فهمي مشكله ان هما الاثنين عندهم نفس الحاجه، هو نفس الستايل طول الوقت يعني، عارف تحس ان هما ما بيتغيروش، هي نفس الشخصية بس تتحول يعني. زي اسمه ايه برضو، عارف لما بيقولوا على محمد رمضان ان هو بيعمل نفس المسلسل كل مرة، ابوه مات فاهم مش عارف، لا بس تحس ان احمد فهمي وكده هما نفس الشخصية كل مرة فاهم، شخصية الواد اللي عارف مش عارف برضو اوصلها قوي، اللي هو تحسه كده عارف الواد الشبح بس اللي هو مش شبح، عارف الجو ده. لا مش عارف، او ممكن صراحه. بس انا يعني قصدي لو انت، انا بحسبك بحسبك تتكلم على طريقه تمثيل. لو هتكلم على طريقه تمثيل كلهم بيمثلوا بنفس الطريقه طول حياتهم على فكره، حتى عادل امام، انا اسف يعني، حتى ايوه زي عادل عادل امام امام بيمثل، بس هو بنفس عادل امام الطريقه. هي الفكره ان عادل امام كان ليه، هو بيمثل نفس الطريقه وعنده طريقته يعني، في اللي هي الاسطمبة بتاع عادل امام، بس هو ليه اللي هو ابنه حاول يقلدها برضه. بالظبط، هو ابنه بيحاول يقلدها قوي فاهم، واللي هو ليه بس ليه كام فيلم كده عارف عبقري كده فاهم يعني، هو الستايل بتاعه بيبان في الفيلم بس الشخصيه ليها دايمنشن تاني فاهم، فعشان كده عادل امام الناس ممكن فاهم تفتكر له الحاجات دي، زي مثلا اسمه ايه، طيور الظلام، واسمه ايه الارهاب والكباب فاهم، الحاجات دي يعني. ماشي. بس انا قصدي هنا في الاخر لو انت جيت بصيت هتلاقي 80% من تمثيله هو بيتعاد في نفس الحاجه. بس ممكن الشخصيات ماشي. بس انا زي ما بقول لك ان هنرجع لمرجوعنا، احمد فهمي خليك في الكوميديا يعني. انا صراحه اختيارك للمسلسل ده كان غلط، وطبعا انت بالنسبه لك الكلام ده بولشيت ولا يفرق معاك، مع انه المفروض يفرق معاك عشان احنا جمهور. ودي برضو موضه الممثلين المصريين فقط على فكره اللي طلعوا بيها، عشان انا يعني ناس بره بتحترم الجمهور، عشان هو في الاخر ده اللي بياكلهم عيش يعني. لو كجمهور بطلت تتفرج على ساعتك، انت كده مش، ما فيش فلوسك. انت بتعمل ايه؟ هو انت بتعمل، انا نفسي افهم، هو انت بتعمل العمل ده لنفسك يعني عشان تبقى وسط زمايلك، بصوا يا جماعه انا بعمل ايه، ولا انت بتعمله لمين؟ بالظبط. بس هو انت واهلك يعني بتقعدوا، انت بتعمله عشان انت واهلك تقعدوا تتفرجوا عليه بالليل مع بعض يعني، بص يا حبيبتي بص انا طالع بصي فين، مش فاهم ايه اللي هو يقعد يقول لك كريم فهمي طالع يقول لك ايه، والله مش فاكر الكود كانت ايه بالظبط يعني، بس اللي هو فاهم يعني ان هم دول ناس ما بتفهمش في حاجه، هو خلاص كل من هب ودب هيكلم يا حبيبي، انا بتكلم عشان انت بتعمل لي انا الحاجه، فانا اتكلم الحاجه دي عجباني ولا لا، تكلمني بالظبط زي ما يكون مثلا انت داخل مطعم
وبتاكل الاكل ومش عاجبك وناس كتير اشتكت وانتوا بتفهموا في الطبيخ ولا تعرفوا تطبخوا ولا هو انت ما بتعمل ده لمين؟ اه بالظبط بالظبط. بس هو الفكره يعني هما واخدين الموضوع كأن، وسمعتها من كذا حد مش كريم فهمي بس، هما واخدين الموضوع كأنه جميله، اللي هو هي دي بقى كويس. مشكلة مصر في كل حاجة، ان انت المفروض ناس معينة بتعمل الكلام ده للشعب، يعني انت بتعمل لي يعني كده، فانت مش بتعمل لي جميلة، هو انت الفلوس انا بدفعها لك انا مستني حاجة، فيا اما تديني الحاجة دي يا اما خلاص بقى ما تاخدش الفلوس. فيعني لا انا هما برضه بيتعاملوا كأنه انت الحمد لله الكويس يا فصل، انت اللي انت عندك ممثلين وفي سينما وفي بتاع، واحنا بنمثل لك وانت قاعد في البيت ومش عارف بتجاهد هي في وكلام. حاجة غريبة دلوقتي فعلا، ان الطبقات دي في كتير منهم بقى في استحقار للشعب، بقى تحس ان هم مستحقرين فعلا الشعب ده، فاهم؟ قد ايه الشعب ده جاهل، قد ايه الشعب ده متخلف. وهم اللي بنوا الجهل ده اه بالظبط. او كان جزء كبير منه يعني. فيعني انت اصلا يعني فعلا دلوقتي كل الحاجات اللي بتعمل على شاهد مثلا الحلوة هتلاقي كتير قوي من فريق الاعداد ممكن تلاقيه بره مصر اصلا، فاهم؟ والدنيا في مصر فعلا بقت، يعني السينما بقى وحشة، فاهم؟ بقى في حاجات كتير وحشة. وده كان بياخدنا يعني لحاجة تانية برضو كنا بنتكلم عليها مرة، اللي هو هل في دلوقتي ممثلين ايكونيك في مصر زي كان عندنا زمان؟ يعني هل في بقى في يعني هل في حد دلوقتي مثلا زي محمود عبد العزيز، يحيى لا الفخراني؟ مش بتحس يعني مش حاسس خالص ان في، يعني احنا بنتكلم كان بقى دي كانت واحد نقاش، يعني في ناس بتقول لك اه في، هو بص، هو انا لما اقعد افكر شويه كده من ناحيه الرجاله، انا بشوف ان اكتر واحد وبحس ان هو ذكي جدا في اختيار الافلام هو بيحطها اللي بياخدها كريم عبد العزيز، مع ده ان انا عايز اقول لك ان ده اكتر واحد عليه اجماع، الناس كلها بتقول لك كريم عبد العزيز هو التوب الممثلين المصريين خد دلوقتي، بالك هو عشان هو عاشر، انا كل الاسامي اللي هقولها لك دي عاشرة الناس القديمه ومثلوا معاهم وتعلموا منهم، ايوه. بس انا فعشان كده ممكن تلاقي ان في افكت عليهم منه. فبتتكلم على كريم عبد العزيز، بتتكلم على منى زكي، يعني ممكن تقول احمد حلمي شويه. بقاله فترة كده ما... لا بس والله لا كان في الفيلم بس مش فاكر اسمه، ده اللي هو نزل على شاهد برضو دلوقتي، اللي هو كان طالع فيه عنده شخصية تانية جوه بتطلع بالليل، فاهم؟ وهو شخصية بتبقى الصبح. لا معرفش. شفت الفيلم ده؟ حلو. بس قبليه شوية كده كان قاعد شوية بيعمل أفلام وحشة كده وحاجات وحشة، بس الفيلم ده كان حلو بصراحة. بس كريم عبد العزيز بيعرف يختار الافلام، يعني هو من ساعة الفيل الازرق، مش فاكر لو في حاجة قبله ولا لا، بس هو من ساعة الفيل الازرق وهو متألق. بس هو على فكره كريم عبد العزيز طول عمره متألق من ايام باشا تلميذ، يعني افتكر كده من اول باشا تلميذ ايه الافلام الوحشه اللي كريم عبد العزيز عملها؟ انا فاهم، بس هو كان يعني لو ايوه انت، انا عارف ان انت بتتكلم هتحاول شخصيه اللي هي كانها عارف زي ماتيو ماكونهي طبعا، مع الفرق يعني في الافلام، اللي هو كان بيمثل افلام روم كوم، فاهم؟ بالظبط تعبانه، وفجاه بيمثل بقى افلام فيري سيريس، بالظبط فاهم؟ و بالظبط. ولو انت لاحظت ان قبل كده هو بيمثل نفس الطريقه خالص، يعني انت هو حراميه كي جي 2، هو حراميه في تايلاند، هو اسمه ده باشا باشا تلميذ، تلميذ. هو نفس الطريقه. وهو ابو علي على فكره، مع انها كلها افلام حلوه جدا، كلها افلام بنحب نتفرج عليها، بس هي نفس الطريقه لا وهو الكوميدي كان طالع حلو، بس انا بتكلم على مستوى القصة نفسها. ايوه، ان انت يعني كريم عبد العزيز في الفيل الازرق شخصيه بدايمنشنز معينه مختلفه عن كريم عبد العزيز مثلا في كيرة والجن، كان برضو اه يعني انت حاسس بقى ان هو بقى فعلا، يعني تقدر تقول يعني هي بتبان لما حد بيبتدي يعمل دراما، فاهم؟ او يعمل فيلم اكشن المحور الشخصيه. وانا كمان اصلا كان عاجبني يعني بداية او الترند بتاع اللي هو نبدأ نعمل افلام من الروايات ده، يعني يا جماعة احنا عندنا روايات حلوة جدا، في كتير ممكن يتعمل، وكتير لاحمد خالد توفيق، وبرضو اسمه ايه ده اللي والله عمل. يا ابني انا بخاف يا ابني ان هم يبوظوا الروايه يا ابني، برضه ساعات بيبقى في، انا بلوم كتير قوي من الحاجات، انا بلوم على المخرجين في مصر، لان فعلا كتير من اللوم هيتلام على المخرج. ليه؟ لان المخرجين في مصر برضه ممكن يكون ده بسبب البادجت بتاع الفيلم، فاهم؟ ان هو مع الفيلم يعني معهمش الفلوس اللي موجوده في حاجات أكيد تانية، يعني مش هقول لك امريكا بس، اكلمك مثلا في اوروبا وكده. لا، وكمان حتى لو بس هو في، خلي بالك، في افلام اندي، دي يعني الافلام اللي هي مش وراها
شركة إنتاج ضخمة في أمريكا، بيبقى فيلم معمول فاهم، واحد كده مستثمر بيجيب بيدي الناس فلوس يعملوا فيلم، فدول بيبقاش معاهم فلوس كتير، بس في أفلام كتير بتبقى حلوة طالعة منهم، عشان هو عارف إن إمكانياته كده، فهو مش هيجازف ويعمل حاجة بره إمكانياته، لا هو هيحور لها عشان تبان بطريقة بإمكانياته. في مصر مفيش الموضوع ده، اللي هم بيبقوا قاعدين عندهم فكرة ده حلو خلاص، فاهم، اللي هو استخفاف بالعقل الجمهور، أو مش هقول استخفاف بعقل الجمهور، بس هو حاسين إن الجمهور مش ناضج إناف، أو مش يعني مش فارق معاه الحاجة، فينفع عادي خلاص حلوة كده نعملها حلوة كده. لا وكمان حتى لو وعارف بنت إيه قوي؟ عارف ما وراء الطبيعة بتاع أحمد أمين؟ ما كنت لسه اقول لك هو ده كان حلو قوي طبعا. في ايه الحلقة اللي الناس كلها بتتكلم عليها؟ الغوريلا. ليه؟ ليه بينت الوحش اصلا؟ انت ممكن ما تبينوش، ممكن تعمل، وكتير قوي اتعملت كده، ودي طريقة تصوير معينة فاهم، انك تبين الكاميرا بس، الكاميرا هي اللي بتتحرك اكنك عين الوحش، والوحش نفسه مش بيبان، ودي بتتعمل كتير لما يكون ناس معهمش فلوس ان هم يعملوا حاجة سي جي اي جامدة، فيعملها بالطريقة دي. ايه الهدف ان انت عملت حاجة رديئة زي دي، وكمان مش بس انك عملتها، لا انت بعد الايديت سبتها، يعني انا مش عارف لو انت قاعد تتفرج هل انت بتبقى راضي عنها، ولا انت بتقول قشطه قشطه فاهم. عارف لما انت بتيجي تعمل مشروع التخرج بتاعك او مشروع في الجامعه، بحس كده ان هم عاملين زيهم، وهي دي الفكره، بحس ان هم ايه يعني لسه اطفال متعلمين حاجه جديده ففرحانين بيها فاهم، مش اللي هو حد ناضج فاهم، يعني انت بتبقى فرحان قوي، يا بص انا عملت ايه، بص عملت ايه فاهم وبتاع، وبتبقى فرحان بيه وحاسس ان هي حاجه كبيره قوي، وهي في الحقيقه حاجه لا انا مش بحس ان حلوه. هو عندهم برضه تفكير ان هو كفايه عليكم كده. ده كويس، انا اوريدي عملت حاجه جامده فشخ ما حدش عملها قبلي في السينما المصريه، فانت المفروض تحترموا ان انا عملت حاجه زي كده. دي بوينت برضه، خد هي بالك من حتة حاجه. الإتقان، لا الإتقان هي بص، اقول لك على حاجه دلوقتي. هو ممكن يصرف وممكن يدفع وممكن يلاقي بتاع ده، بس السؤال هل العائد بتاعه هيغطي اللي هو هيصرفه ده ولا لا؟ ما انا بقول لك هو ما يصرفش، انا مش بقول لك اصرف، بس انا انا بقول لك قصدي على قد اللي عندك انا قصدي اعمل لو بيه. بس انا قصدي هو لو هو في باله ان هو عارف ان هو ده مش توب نوتش، بس اتليست عايز يبقى بايونير فور اكزامبل، عشان يبدأ يوري مثلا منتجين او شركات انتاج لما يعمل حاجة زي كده ازاي اثر في العائد. فدي برضو بوينت ممكن افكر من ناحيتها، يعني هل هو كان تفكيره عشان هو المخرج ده مش فاكر اسمه، حاجة سلامة مش فاكر اسمه ايه، أي عمرو سلامة. عمرو سلام هو كويس على فكرة، مش وحش، وعمل حاجات كتيرة كويسة. هو اللي عامل ما وراء الطبيعة صح؟ ايوه، هو عنده حاجات كتير حلوة، بس بس فانا قصدي اللي هو يعني ممكن يكون هو كان عايز يبقى البايونير اللي هو البداية بتاعت الحاجات دي، عشان يشوف تأثيرها ازاي على الـ على الـ على الـ حبيبي هو يعني هو عايز يبقى بايونير، بس هو السي جي اي اللي هو عمله ده لا يختلف شيء عن السي جي اي اللي كان موجود في الحرب العالميه الثالثه، شوف لما عملوا اسود قصر النيل وطلعت وبتاع، هو ده نفس السي جي اي فاهم يعني، فهو ما كانش بايونير ولا حاجه فاهم. ما اعرفش، بس انا قصدي هو المسلسل كان ماشي حلو وبعد كده بدأ يبقى بتاع ده عادي. لا هو المسلسل بصراحه ما كانش وحش، لا وحتى النهايه بتاعته ما كانتش وحشه، هي الحلقه دي، الحلقه دي بالنسبه لي هي اللي كانت حلقه وحشه. وبرضه خلينا نتكلم برضه على احمد امين. احمد امين برضه من الناس المحترمه جدا اللي مش واخده حقها، كوميديان بالفطره انا شايفه. عنده افيهات حلوه كتير جدا، بس انا ساعات بحس برضه ان هو بي اوفر دو ات، دي مشكلته ان هو بي اوفر دو ات بطريقه يعني مش بتطلع تلقائي. يعني مثلا واحد انا ما بعرفش ما بحبش اتفرج عليه قوي، علي ربيع، بس انا لما بسمعه كده في لقطات معينه بضحك، عشان هو اهبل اهبل كده، يعني تحس ان هو مش بيمثل، هو طبيعي بتاعته كده. بس احمد امين شاطر جدا وبيضحك جدا وكل حاجه، بس دايما هو لو انت لو ركزت هتلاقي ان جمله كلها عباره عن افيهات، ايوه يعني مجموعه افيهات تركب على بعض بس، وده مش صح. يعني انت الكوميديان حاجات تانية اكتر، على حسب، على حسب مش عارف. العمل اللي انت بتعمله انا يعني. بحس يعني مثلا خلينا نتكلم على جيم كاري من الناس التوب في الكوميديا وكده. انا فاكر هو اصلا جيم كاري ده ناس كتير ما بتحبوش. انا عارف، بس هو جاب كل بسط، قال لك ايه؟ قال لك انا كنت عايز امثل تمام، وشفت ان في حاجات تانية صعبة ومش عارف كده، وجيت في الكوميديا قريت ان انت لازم تعمل فيسز وتتكلم بأصوات معينة وتعمل مش عارف ايه هتبقى كوميديان شاطر. وانا عملت كده وعمل كده ونجح بس، وخد مش عارف كان ساعتها بيتكلم على حتة اول مليون خدها ومش عارف ايه والكلام ده بس. فهو الموضوع الكوميديان زي عادل امام كده. عادل امام ما كانش بيستخدم افيهات كتير على فكرة، بس هو طريقته، ايوه وشه، هي وشه عادل امام وشه. وشه طريقته، البوزز اللي بياخدها، الاستغراب اللي بيعمله مش عارف ايه،
الحاجات دي كلها انا مش شايف ان هي بتعمل ممثل كويس ككوميديان يعني. بس احمد امين بصراحة محترم جدا، المسلسل بتاع السفارة اللي عامله كان تحفة، جميل جدا، انا عاجبني اوي. وانا اتبسطت لما اتفرجت عليه، ما كنتش متضايق. وبرضه ده يخلينا نتكلم على اسمه ايه ده، اسمه ايه، طه دسوقي طرد سوقي. طرد سوقي ده من الناس اللي هي التوب اللي جاية، بيمثل برضه تلقائي جدا، محترم جدا. سبحان الله سبحان الله، انا ما حبيتش الستاند اب كوميديز بتاعته، الستاند اب لا كوميديز الستاند بتاعته اب يعني خلي بالك برضو الستاند اب في مصر لسه مش اللي هي اصلا انت عشان احنا بنتفرج على ستاند اب كتير بتاعت امريكا وانجلترا فاهم، فانت مستني مستوى معين او انت اتعودت ان الستاند اب الضحك فيه بالطريقه دي، هو تحس الستاند اب بتاعتهم الضحك المصري. لو خدت بالك الكوميديا المصريه نوعا ما الايام الاخيره دي بقت وحشه قوي، ما بقاش في افلام كوميدي حلوه كتير فاهم، بقت قليله قوي ما تلاقي فيلم كوميدي حلوه، والافيهات بقت بتتكرر وطريقة الضحك فاهم اللي هي عارف الطريقة تحس ان هي ايام التسعينات، يعني هما لسه بيعملوا طريقة الافيهات بتاعت ايام التسعينات ومستنيين الناس تضحك، هي بقت كده اللي هو انت قصدك ايه يعني مش عارف ايه فاهم، عارف الحاجات دي فهي دي الفكرة. فبحس ان ستاند ابس في مصر برضه هما لسه واخدين الطابع ده شوية. بس هو بصراحة يعني مش عارف انت شفت الحلقة بتاعته بتاعت امسك نفسك ولا لا، مش امسك نفسك سوري الرومانسية منسية، كانت حلوة كان جدا. بقول لك ايه الحتة بتاعته وهو بيقول لها مش لسه مش خير مع بعض. لا لا اللي هو بيقول لها مش انت تحبي الفراوله بالجرجير ولسه شايف انا مش ايوه بعض ايوه الحته لسه مش دي متخيلين مع بعض. استفشخني ضحك. لا هو برضو، ومولا، مولا انا بحبه جدا مولا ده اهو ده برضو واحد تاني تلقائيا كده فاهم، هو طريقه كلامه لوحدها فاهم مضحكه. فامسك نفسك برضو، كانت دي من، انا ساعات كده بقعد بفتحها مخصوص عشان اقعد اضحك يعني، مع اني شفتها كذا مره بس كل مره بشوفها بضحك، وسواء برضو كل ما بشوفها تضحك، لا اللي هو لا هو ايه مولا ده مضحك بس. قال انجي ما تتقبلها منه يا ايوه مولا. لا لا صراحه جامد جدا جامد. صراحه. وعامة في اسمه ايه المسلسل ريفو ده برضو كان شخصيته فيها هو برضه طريقته كانت حلوة بصراحة، صراحة هو بيعمل نفس الحاجة بس هو بيضحك. بس هو بيضحك بالظبط. بالظبط. بس الله اعلم ده هتقعد قد ايه فاهم، انت ممكن توصل لمرحلة انت زهقت من الموضوع ده. بس لا بس انا بص، انا اي حد بحس ان هو تلقائي مش بيمثل يعني، هو عامل زي كان واحد صاحبك، انت واحد انت عارف هو بيعمل كده، بس انت كل مرة هتشوفه بيعمل كده بتضحك، ايوه عشان ايوه هو دي انت عارف ان دي طبيعته دي، مش هو مش بيمثل عليك بس. فانا بحس ان مولا كان كده. وبرده بس انا ده مش عارف اسمه للاسف، او عرفت اسمه بس نسيته، اللي هو كان طالع في بالطو، ما مش فاكر اسمه بس بصراحه، ده بس برضو انا مش واد كويس. عشان ايه عشان هو جامد صراحه. يعني هو بان في كذا حاجه وطريقته حلوه جدا في بالطو، وكان طالع برضو في مسلسل بتاع منة شلبي في رمضان، كان طالع كده واحد مصري متغرب في لبنان ومش عارف ايه ايوه والكلام ايوه ده، بتاع مش فاكر كان اسمه ايه، بس ايوه ايوه كان جامد برضو فيه، بس هو تمثيله حلو جدا الصراحة برضه. مع انه ما كانش اللي هو دور كوميدي كوميدي بس هو كان جامد برضو. بس هو ساعات كان بيقعد يعمل لقطات كده ايوه بتاع بس. فأنا شايف مثلا من الشباب الصعد هم دول يعني، طه دسوقي في الكوميديا، الواد ده برضه بارتو فعلا كان مسلسل حلو. بلطو كان تحفة، مسلسل جميل جدا. بس وإيه تاني طب انت لو برضه، جينا قلنا لك دلوقتي آسر ياسين. آسر ياسين انا كان عندي معاه مشكلة زمان، هو فاهم يعني كنت بس هو اتطور يعني، انا كنت حاسس زمان ان هو بيمثل نفس الوحش في التمثيل ما عندوش فاهم بتاع، بس هو فعلا اتطور يعني. مثلا المسلسل بتاعه منة شلبي اللي هو بتاع كل اسبوع يوم جمعة شفته ده جامد فشخ، كان بيمثل حلو قوي فعلا فيه. ولا والفكره ان هو يعني كان زمان، بص هقول لك حاجه من الاخر، احمد ياسر ياسين ده كان يعني بدأ تمثيل عشان هو الواد الاسمراني الامور ايوه بس كده. كان تمثيله في، مع ان في ناس كتير جدا بتحب الفيلم ده، اللي هو، الوعد لا اللي هو بتاع بيبو مش عارف ايه، ايوه ايوه انا ما ايوه حبيتوش خالص ما يعني سبحان اتفرجتش الله. عليه انا حسيته يعني سخيف. بالظبط. وبرده كان طالع في حاجات رومانسيه بس ومش عارف ايه والكلام ده، لا بقول ففاكس لك ايه كان في فيلم ليه زمان اسمه الوعد كان طالع مع روبي، فيلم وحش قوي وحش قوي، كان في حتة لقطة فيه يعني بص اوريك قد ايه فاهم الفيلم عبيط يعني، هو سارق من الراجل 2 مليون جنيه وبيجري منه بيهرب والراجل بيحاول يجيبه، فهو كل شويه عمال بيهرب هو حاول يجيبه فاهم ويهرب، فجه لقطه في النص انت عايز مني ايه؟ عايز تكون عايز ايه؟ ال 2 مليون جنيه اللي انت سارقهم فاهم عايز منك ايه يعني؟ بصراحة. المهم بس هو بدأ يعمل يعني حاجات كويسة،
كان في مسلسل اسمه ليه لأ تقريبا، كان طالع فيه حلقة او حاجة زي كده، لا او ده من هو ضمن الاتنين مش عارف اللي هو كان كل حلقة ليها قصة. قصة. اه كان اسمه دول الاتنين او حاجة كده. لا هي كانت لا ليه لا لا ده كان بتاع نيلي كريم وبعد كده منة شلبي قبليها ومش عارف ايه. صح. وبرضه كان مليونير، مسلسل مليونير اه مبارك الف كان مبروك. آه لا الف مبروك ده بتاع احمد حلمي، اسمه ايه اللي هو ميت وش. ميت وش. بالظبط. وبرضه كان بيعمل حاجات تانية كويسة زي ما قلت برضه في كل يوم جمعة. آه كل اسبوع يوم جمعة ده كان. لا ده عامة المسلسل ده حلو قوي فعلا، التمثيل فيه اعلى مستوى، منة شلبي واسر ياسين وده الاثنين. يجيبنا لمنى شلبي. منى شلبي بالنسبة لي حاجة غريبة جدا. منى شلبي ساعات بحس إن هي ممثلة مبدعة، وساعات بحس إن هي ممثلة جاية من تحت الأرض، والله العظيم خالص. يعني مش عارف، يعني مثلا المسلسل بتاع اللي هو آخر واحد في رمضان ده أنا ما عجبنيش خالص، أنا بحس إن هي تمثيلها بدائي خالص. ليه؟ انا حسيت ان هي كانت تمثيلها كويس فيه يعني لا عادي، لا اللي هو هو يمكن الفكره نفسها كانت، لا بس كانت تمثيلها عادي. لا أنا صراحة ما كانش بس انا عجبني. فاهم قصدك. لا هي في حته، بص منة شلبي بتحس ان فيها حاجتين فاهم، زي ما تقول كده انا هسميه البارت الاي او سي ان ماشي، والجزء المبدع. ساعات كده بتطلع البارت الاي او سي ان ده هو اللي يطلع فاهم، انت عارف فاهم قصدي فاهم، هو ده اللي بيطلع كده. تحس حتى بطريقه الكلام يعني بتاعتها اللي هو ايه، عارف طريقه كلام الناس دي فاهم. في البارت تاني بقى المبدع بقى اللي هو زي برضو كل اسبوع يوم هي كانت جمعه طالعة في وكده. المسلسل ده حلو بس جدا. انا بالنسبه لي اوحش عمل منة شلبي عملته اللي هو اسمه الاصليين، عارفه ده اوحش فيلم شفته في حياتي. ابن هي، ما هو ده الطريقة اللي انا بقولك عليها، ان هي بتمثل تمثيل بس انا هي ما بحس، كانتش يعني بطلة، وكان انا في عارف كذا بطل فاهم، بس هو الفيلم ده وحش بطريقة بتمثل تمثيل. لا على فكرة، لا على فكرة ماجد الكدواني فيه كان تحفة. انا بالنسبة لي بص، ماجد الكدواني برضو من الناس توب باي ذا واي، بس ماجد كدواني طبعا توب يعني. كان كنت لسه اقول لك على الموضوع ده. بس انا بتكلم على منى شلبي زي ما انت قلت كده، ده اكزامبل ليها، وبرضه بالنسبه لي اكزامبل المسلسل اللي فات في رمضان. وشوف بقى منى شلبي في المسلسل بتاع اللي هو كان بيتكلم على داعش والكلام ده، ما شفتوش؟ لا وشوف منى شلبي في المسلسل اللي هو بتاع في كل اسبوع يوم جمعه، شخصيه تانية تماما، شخصيه لا انت بتبقى عايش معاها، متنكد فرحان بتاع، لا بتعمل تحفه يعني، تمثيلها فيه تحفه. بس في حاجات تانية بتحس ان هي بتقول اي كلام وخلاص كده، ومش عارف، مش عارف اشرح الموضوع بس يعني. ده ممكن يكون مشكلة السيناريو والحوار دي فاهم، بوينت برضو طبعا، اكيد دي بوينت. بس برضو ماجد مثلا عبد على الغفور، فكرة مع انه يعني فيلم مش سيريس قوي، بس منة شلبي مثلا في كده رضا كانت، مش هي كانت في كده رضا؟ اه كان حلو، واللي هو التاني ده اللي هو اسف على الازعاج، كانت اسف على الازعاج كانت مثلا حلو قوي، مع انه مش فيلم يعني سيريس قوي، بس هو يعني. وده برضه احمد حلمي مثلا في اسف على الازعاج ده كان تمثيله جامد فشخ، الحتة بتاعت لما عرف ان ابوه، الحتة دي كانت حلوة أوي. بس يعني أنا قلت لك دلوقتي قول لي كده بس. قبل ما بس نطلع للليست مين أحسن ممثلين، في برضه في حد يعني كذا واحد برضه ما قلتش عليه، يعني زي ما أنت قلت محمد ممدوح ده جامد. اسمه إيه؟ باسل الخياط برضه بالنسبة لي جامد مين لما بقى؟ بيجي له دور. المشكلة أنا، أنا للأسف عارف مش كويس مع الأسامي خالص. اتفرجت على مسلسل لآسر ياسين اسمه 30 يوم؟ 30 يوم. لأ كان هو دكتور نفساني وفي واحد مجنون بيعيشه في عذاب كده فاهم، وبيعملوا. بس الخياط اللي هو مصري، لا هو لبناني هو لبناني سوري. او سوري بس هو جامد يعني. ده اي نعم ما بيجيلهوش ادوار كتير حلوه، بس هو الادوار اللي بتجيله حلوه بيعملها حلو فشخ، وهو فعلا ممثل جامد. في اسمه ايه، باسم سمره. باسم سمره برضه ده جامد فشخ. لا ثواني بس بقى، انا باسم سمرة انا للاسف هو دايما في البوكس بتاع راجل السرسجي. لا اختلف معاك. انت اتفرجت على منعطف، هو ايه اسمه، منعطف خطر؟ اه ده كان في باسم خياط وباسم سمره. اتفرج لا عليه ده فيش على شاهد. هو طالع ان هو، لا بلاش انا هحرق لك كده بتاع. لا لا لازم تشوفه. بس انا مثلا، انت لو اتفرجت عليه باسم سمرة، اتفرجت عليه في مسلسل صفحة جيزة، يعني انا مش عارف انت مش طالع ضابط شرطة؟ طلع ضابط شرطة، بس اللي هو ايه يعني، ده من أسوأ ادوار ضباط الشرطة اللي شفتها في حياتي. ف انت عارف اصلا كان في حد كاتب على تويتر مش عارف دي فاهم ايه يعني كومبلمنت ولا لا، بس بيقول لك يا جدعان ضباط الشرطة هم كده فعلا، انتوا امير قرار هو اللي ضحك عليكم. لا خالص، هي الفكرة ان يعني بص،
يعني مبدئيا احنا عايزك كنت عايز اتكلم عن حوار موضوع الشرطه ده، بس يعني خليها دي بوينت تانية. بس انا بتكلم على حته ان هو كان طالع، لا يعني ده مش ظابط يعني، وتعبير وشه بقول لك ايه يعني، انا في حاجه برضو مش عايز احرقها لك يعني، بس في حاجه حصلت ايوه المفروض يعني تعبير وشه وجسمه وكل حاجه تبقى اكتر بكتير، بس هو كان عامل كده، ايوه ايوه فاللي هو عارف لا ايوه لا يعني تمثيل يعني، حتى ما انا اقول لك حاجه، بغض النظر هو ظابط ما عرفش يمثل حلو جدا خلاص في المسلسل ده، مش عارف ليه. وان انا تمثيله والله مثلا، انا كل ما باجي حد يقول لي حاجه عن المسلسل ده انا بحس ان مشكله المسلسل ده في الاخراج. يعني انت مثلا لما جيت طلع مع بتاع ده، يعني مع ان الفيلم نفسه كان وحش، اللي هو بتاع تيتا، اسمه ايه، حاجه تيتا بتاع محمد هنيدي، تيتا اللي هو كان طالع فيه عيل نايتي كده، وجدته بتقعد تضربه وتعمل ومش عارف ايه، لا مش عارف. لا محمد هنيدي تيتا مش عارف، تيتا رهيبة، متعرفش الفيلم ده؟ ديتا رهيبة. هو ده ثم محمد هنيدي. كان محمد هنيدي، بس اوكي بصبرك فيه كان متألق جدا، كان حلو جدا، بس هو عشان طلع سساجي دي بوينت. في برضو كان حتة كده مقطع أنا شفتها بتاع لما كان مشهور جدا على فيسبوك أو تيك توك، اللي هو كانت مامته كان بتاخد أدوية ترامادول أو حاجة زي كده، فبتقول له انا عايزه ترمدول مش قادره خلاص مش عارف ايه، فيقول لها ياما ياما خلاص ما تعيش فيها كده ياما حرام ياما مش عارف ايه والكلام ده، فقال لها خلاص انا كنت انا كان معايا شريط واخده شايل الوقت عوزه خلاص هديهولك انت ياما مش عارف ايه، فهي خدته قالت الحمد لله، قالت له بقى لو سمحت بقى يا ابني اعمل لي كوبايه شاي، فقال لها عايز تعلي يا حبيبتي ياما بس هو جامد فشخ. فهو برضه مش سرسجي في فيلم الفرح ايوه كان جامد جدا، كان جامد جدا. ايوه بس فانت لو جيت بصيت على الترند، لا هو لازم يطلع سرسجي. هو في الحتة دي، هو في الحتة دي ليه يا عم؟ جامد. اسمه ايه؟ انت ما شفتش فيلم بتاع الريان؟ قصدي مسلسل ريان؟ ما كانش طالع سرسجي. مش هو كان طالع مدمن مخدرات عشان بتاع، بس هو طالع اللي هو بتاع كلب فلوس مدمن مخدرات، فاهم؟ بس هو يعني اخو الريان كان عامل دور جامد فشخ. لا انا بتكلم اللي هو الشخصية الغلط اللي في حاجة غلط، اوكي مخدرات مش قصدي سرسجي اللي هو لازم سرسجي، حرامي سرسجي بتاع، هو بيليق على الحاجات دي، هو عنده كده طريقة وابتسامته اللي هو انا لو شفته اصلا بيبتسم لي كده انا حاسس انه يخصبني دلوقتي. هقول لك برضو واحد تاني ما كانش طالع، بس هو برضو كان طالع حاجة غلط. كان هو في مسلسل اسمه، كان اسمه ايه اللي هو مش فاكر، مش اهل كايرو، نورة بأهلها بتاع غادة عادل وواد كان برضو طالع جديد مش فاكر اسمه ايه، وكان في باسم سمرة واسمها ايه ليلى علوي برضو طلعت فيه كده جزء، اسمه منورة بأهلها. هو كريبي فشخ وفي حوارات كتير بس هو حلو يعني. كان طالع فيه برضه، بس هو كان طالع برضه فيه حاجة غلط، بس كان بيمثل حلو فشخ. يمكن هو بيمثل الحتة، انا بقول لك بس دي برضه يعني عارف، دي يعني نطاق واسع فاهم، يعني في حاجات كتير فيها. ايوه طبعا ايوه، لا مش انا تاني عشان كده بقول لك انا مش بقول بس مصطفى وحش، بس هو مش توب. بس هو توب طبعا، مش توب طبعا انا بالنسبه لي اتليست، بس يعني بس هو يعني مش وحش برضه يعني، هو فوق الافريج اكيد يعني، ما اقدرش اقول ان بس هو الافريج، لا طبعا يعني هو تمثيله تحفه، بس في المناطق دي عشان بقول لك هو بس لما لو هو في الحقيقه بص لي كده وابتسم لي الابتسامه بتاعته اللي هو البتاع دي، انا حاسس ان هو خطبني دلوقتي، انا حاسس ان انا في خطر، انا حاسس ان هو لا انا مش عايز اقف معاك في نفس الوضع، انت بس عنصري يعني لا لا هو عنده ابتسامه كده اللي هي فعلا تخوفك، كريبي. هي كريبي جدا تخوفك يعني، فهو يطلع في حاجات اغتصاب، يطلع في حاجات اللي هو اي حاجه بعملها غلط، بس تطلع ضابط شرطه دي مش لايق عليك، انا حاسس ان هو فعلا اتظلم ان هو اتحط في الكاس ده، عشان هو فعلا جامد، هو شاطر جدا واتظلم في البوزيشن ده. تحس كده زي ما انا بقول لك، انت كل اللي انت بتقوليه دلوقتي ان مشكله سفاح الجيزه ده الكاستنج دايركتور فاهم، عشان كده بقول لك، والمخرج نفسه هما الاثنين عشان وحشين كده يعني. بقول لك اكتر ناس مثلوا حلو هقول لك بقى ام احمد فهمي في الناس كلها بتتكلم عليها. جامده جدا، تحفه تمثيلها جميل جدا، وهي اصلا من الناس القديمه يعني كده، فمش انا اللي اقول هي كويسه ولا لا، بس هي جامده جدا الصراحه. اخت مراته ومراته، الناس دي كلهم مثلوا حلو، البنت اللي بتدير عليها دي كانت من احسن الممثلين في المسلسل كله، انت متخيل بقى فاهم؟ اوكي فانت لو انت لا ما هي الناس بتتكلم، بتقول ان المسلسل وحش يعني، في مش ناس كلها، ناس كتير بتقول حلو وناس كتير بتقول عليه وحش. وفي ناس ما عجبهاش النهايه، وانا حسيتها ان هي عاديه. هو ده المسلسل خلص خلاص يعني، وصل لاخر حلقة؟ وصل لاخر حلقه، اوكي فانا ماشي، ممكن حسيت ان نبتدي نتفرج عليه بقى. فانا حسيت ان هو عادي والله، عادي متوقع ومش مشكله يعني،
مش انا متوقعه، فانا اتضايقت. ما هو في الاخر انا لازم، انا فاهم يعني، الا لو هم قرروا ان هم يغيروا القصه تماما. لا، هي القصه مستوحاه في الاخر عن قصه حقيقيه، فاحنا عارفين اللي حصل يعني، مش هنقعد نزيد على نفسنا يعني. بس فهذه الموضوع، هذا الموضوع. طب ما تقول كده، طيب كده ايه من الناس اللي موجودة دلوقتي؟ ما انا بقول لك بقى، ايه بس انا بقى؟ مش عايز اظلم حد صراحه، بس انا بتكلم يعني كده هل احنا كذا. عندنا دلوقتي مثلا حد نقدر نقول عليه مثلا ليوناردو دي كابريو فاهم مصر، حد نقدر نقول عليه انا بصراحه ما بحبش اصلا اقول كده، ما بحبش اقول يعني مش هقول لك ان هو زيه فاهم، انا بتكلم بس ان هو ايكونيك، فكرة ان هو ايكونيك فاهم، اللي هو الشخص ممكن يمثل اي حاجة. الشخص اللي ممكن يمثل اي حاجه. لا، انا ما اعرفش حد، حتى كريم عبد العزيز على فكره مش الشخص اللي ممكن يمثل اي حاجه. ايوه، هو في حاجات كتير اللي هي ممكن تبقى حاجه سيريس مش عارف. يعني كلام عبد العزيز ما اقدرش اتخيله مثلا في حد لابس والله هو عامل حاجه زي كده، بس مثلا تاجر مخدرات مثلا ما اقدرش اتخيله حاجه زي كده مثلا. هو دايما بيطلع في الحاجات اللي هو فيها هيرويك قوي، وهيرو وجامد وراجل وجدع وكلام ده يعني. ما بحسش، بس هو حلو في الحته دي، في الحته دي، في يعني. بص، انا ما اعرفش لو اصلا حتى الممثلين بتوع بره دول يلقوا على اي حاجه، بس مثلا انا بالنسبه لي الجوكر بيلاقي على كل حاجه، هو ماثيو ماكوني. الراجل ده برنس، الراجل ده علامه، بالنسبه لي علامه من علامات التمثيل يعني، يدرس كده اللي هو. بس الفكره في كريم عبد العزيز مثلا، لا هو شاطر جدا في الدراما، شاطر جدا في اللي هي الدراما كوميدي ايوه يعني. مع ان اخر حاجه اللي هو اسمه بيت الروبي ده ما عجبنيش قوي، انت اتفرجت عليه؟ عشان ممكن مفيش دخلت قصه. السينما يعني؟ مفيش قصه، لا يا هو راجل، حرفيا الناس مفيش قصه. كلها طالعه بيه السما. ما اعرفش، انا ما عجبني. هو مفيش قصه، انت لو جيت بصيت على المسلسل فعلا او فيلم فعلا، هو بيناقش قضيه معينه، والقضيه المعينه دي كان ممكن تخلص في فيديو 15 دقيقه، اللي هو ازاي السوشيال ميديا ممكن يأثر على الناس، وازاي أثر على حياة ناس، وان هم خلوهم ينبعدوا ومش عارف ايه، وبعد كده لما رجعوا تاني قال لك لا احنا هنتحدى المجتمع ونتحدى البتنجاني والروماني والبتنجان ده. فما فيش قصة، هو انت فكرت فيها كده؟ ما فيش قصة، هو ما فيش سيناريو، بس تمثيل قشطة يعني، لطيف، مش مشكلة. بس فهو بيليق على الحاجات دي قوي، اللي هو دراما، الحاجات اللي هي فيها ثريلر، اللي هو فيها يعني مثلا كان اسمه ايه ده، اللي هو الفيلم بتاع نادي الرجال السري، تحفة، جامد، جامد فيلم جدا، جامد جدا. فيلم جميل جدا. واسمه ده، وبرده طبعا جيرة والكن والجن، كيرة كيرة وجن، والجن، ايوه جيرة والكن دي جيرة. الشغل بقى يا جماعة. كيرة وجن. كشان انت ده مأثر عليك خالص. المهم بس فهو لا بصراحة كان ممثل تحفة، بس انت لو جيت لاحظت هتلاقي ان هو ايه في الحاجات دي، ثريلر، دراما، كوميدي شوية، مش كوميدي بحت، لا كوميدي شوية مع شوية دراما، وهكذا. ماجد الكدواني برضو ده بقى من الناس اللي ايه، انت زمان تتفرج على افلامه تحس ان هو انسان عادي خالص، سبحان الله تحس كده في طفرة حصلت، هو تحس انه راح خد كورس ورجع بقى جامد جدا بقى. معظم الافلام وكانت البداية بتاعته بالنسبة لي كان في، اظن انا حاسس افتكر لو مفيش حاجه قبلها ولا لا، كان في فيلم هبته، كان هو متأكد إنك هتقول لي كده؟ كان هو قاعد بس على كرسي، قاعد على كرسي بيحكي، كان طريقه القائه حلوه جدا، كان بيتكلم مع انه ممثلش كتير يعني. هو ما أنت عارف أنا حاسس ماجد الكدواني، ماجد الكدواني بالنسبة لي برضه ممثل توب، بس ممثل كوميدي توب. بالنسبة لي ماجد الكدواني مش هيخش في الدراما أوي، أو يعني أنا لسه ما شفتلوش حاجة فاهم كده. أنا حاسس إن هو بعد ما عمل دقنه وبقى شكله فاهم اللي هو الوقور كده فاهم وبتاع، الناس بقت فاهم بتحس كده لا بقى لا لا اللي هو عارف اللي هو فاهم بأول بيبتدي انك تبيض كده لا، وبتاع مش انا هقول لك بقى. شوف كان في مسلسل كان نازل في رمضان ده، انا ما اتفرجتش عليه وعايز اتفرج عليه. كان بيناقش ان ازاي يعني المجتمع بيتعامل مع بعض، فكان بيناقش ازاي ان المفروض الناس ما فيش تنمر، ما فيش مش عارف ايه. كانت على فكرة يعني، دي انا شايف ان دي المسلسلات المفروض تاخد حقها، اللي هو بيعلم القيم اللي ضاعت فشخ خلاص من عندنا المجتمع. كان ساعتها في المسلسل ده ماجد الكدواني ابنه مات، وهو كان بعيد عن ابنه او ما كانش مهتم بيه قوي. انا شكلي انا حاسس انا عارف المسلسل ده. شوف هنا دي دراما بحتة، شوف عمل ايه. تمام، ده اول كيس. تاني كيس، ده رمضان اللي فات؟ لا لا حاجة قديمة اظن شوية. تاني رمضان اللي فات بقى فيلم اسمه ده
مسلسل اللي هو موضوع عائلي. موضوع عائلي. شفت لما جه كلم بنته، هو حرفيا مثل مشهد بتاع مشهد 20 ثانية، ايوه ايوه كان توب، كان من في جد بجد يعني. هو لا فعلا يعني لا يوازي الناس اللي بره يعني. هو كان، انا حسيت ان هو فعلا اب بيزعق لبنته. لا كان صراحة تمثيله كان هنا تحفة، فهو جامد جدا. انا بالنسبة لي ماجيكوني حصل تحول رهيب رهيب جدا في طريقة تمثيله. انا مش عارف يعني، سبحان الله فجأة في طفرة حصلت، وهو لسه برضه محافظ على الكوميديا بتاعته ومش عارف ايه والكلام ده. لا اديله كده دور حتة ولا دورين دراما بحتة، لا هيعرف ما هي يجيب دي شغل برضو قوي. مش دي فاهم التيست اللي انت هتحس بيه، يعني هتقدر تختبر بيه الشخص يعني كان ينفع ولا كده. بس يعني انا ما اعرفش، انا رأيي يعني انا شايف ان هو ممثل كوميديان اعلى مستوى، بس لسه ما اقدرش يعني ما اعرفش، يعني مش اقول لك وحش في الدراما، لا انا بالنسبة لي ما اعرفش. هو كده كده ما اظنش ان اصلا الصح اللي انت كواحد يعني. هو الممثل بيبقى دايما بيعرف ايه القالب اللي يحط نفسه فيه. انت كده كده هتحط في قالب. بس بقول لك ايه، مثلا يعني بغض النظر عن هو مثلا مش واخد اوسكار ولا كده، بس هو واحد من توب، مثلا توم كروز الراجل ده يا جماعه، يعني بغض النظر عن الافلام العبيطه زي ميشن امبوسيبل والحاجات دي، بس الراجل ده بيعرف يعمل كل حاجه. يعني انت لو شفت زمان في الثمانينات وهو بيمثل الدراما فاهم والثريلر جامد فشخ، شوف بقى مسلسلات اكشن بتعمل فاهم حاجه معينه، بتناقش يعني حاجه معينه مثلا زي كولاترال مثلا او ماينورتي ريبورت جامد فشخ. كوميدي تروبيك ثاندر، اتفرجت على تروبيك ثاندر؟ لا بقول لك ايه، هنتفرج عليه النهارده ماشي. المسلسل ده من افشخ المسلسلات الكوميدي اتعملت، هو ده اول مره فيلم ولا مسلسل؟ فيلم سوري، اول مره يعمل دور كوميدي فشيخ فشيخ فاهم. فالراجل ده مثلا توب. انا بالنسبه لي ليوناردو دي كابريو بيعرف يمثل برضه كل حاجه، كاتش مي اف يو كان، بتاع ده اسمه ايه، بيتش، ذا بيتش، مع ان ذا بيتش ده بالنسبه لي ده اقل فيلم مثلا هو عمله فاهم. افييتر طبعا، تايتانيك، الكلام ده كله فاهم. اسمه ايه تاني فاهم، وحتى في وولف وول بس هو ما ستريت، عملش كوميدي. وولف وول ستريت انت يعني حتى في حته كوميدي فيه كوميك، هو بيمثل لا كوميك حلو، في فرق ما بين السيناريو يبقى وفي كوميدي. لا في مسلسل كوميدي هو كان بيمثله اللي هو دونت لوك اب، ده كوميدي تاني هنا بالنسبة لي ساتيريكال كوميدي. لا بس هنا خد بالك، هو مش كوميديان يعني. هو في الطلع هو هو مش كوميديان، ايوه سيناريو كوميدي، السيناريو بس هو بيعرف يعمل كوميدي. طريقه الالقاء بتاعته، البوزيشننج بتاعت الكلمات بتاعته لا بيعملها صح. انا قصدي بالنسبه لي في فرق ما بين الكوميديان ايوه وان فاهم، يبقى السيناريو نفسه يبقى مضحك. انا ماليش دعوه، انا ما بقولش ان هو كوميديان، ما هو ما فيش حد يعني تقدر تقول عليه اللي هو ممثل اكشن وكوميديان. لا في تقدر مين يا ابني. لا يعني ما هي دي الفكره. ما هو وبتاع في ناس دراما فاهم، مشهوره، لا في ناس مين مشهوره مثلا؟ الكلام ده يعني. مثلا توم هانكس مشهور اكتر للدراما بس هو مش اكشن، شويه. ايه هو مش اكشن ايوه مش اكشن، ما ده اللي بقوله. كده كده كل حاجه دراما لا فاهم. بس في فرق يعني. مثلا ما فيش دراما، لا يعني مثلا مسلسلات او يعني افلام برضو توم هانكس اشتغل عليه كوميديان، انت تقول ان هو ممثل دراما لكن هو مش كوميديان. حلو، ما ده اللي بقوله. انا يعني قصدي توم هانكس، هل انت يعني تقدر يعني. على فكره هقول لك على حاجه من ضمن الحاجات اللي هو كان طالع فيها بيضحك شويه، ده ترن اتفرجت عليه، ايوه اتفرجت ده عليه. كان من التوب، من افلام التوب. ايوه بس هنا السيناريو نفسه بيضحك وهو عارف يمثلها بطريقه حلوه، بس هو مش كوميديان، هو دراما. لو انت اصلا فكرت الترم نفسها، هي عباره عن قصة بتحكي عن واحد كذا كذا، فهي دراما في حد ذاتها. بس انا اقول لك هو ده الفكرة، ان توم هانكس دراما، توم كروز مينلي اكشن، مسلسلات افلام اكشن. ايوه ده عندك بقى اللي هي اسمه ده توب جان، عندك ميشن امبوسيبل بكل سلسلاتها، عندك ايه التاني اللي هو بتاع اسمه ايه، اللي هو كان راجع من جاي من الماضي او راح للفيوتشر حاجة زي كده، كان اسمه ايه؟ فانيلا ريبورت؟ لا مش لا فانيلا ريبورت، اسمه فانيلا سكاي. لا بالنسبة سكاي دي حاجة تانية. ده اللي هو كان داخل ماضي وفيوتشر. كان اسمه ايه؟ ايدج اوف ايدج تومورو، اوف تومورو. ده كان جامد قوي عامة. جامد، دي كلها اكشنز. ايوه فدي الهايلايتس. لو انت جيت عايز تقول لي ايه الهايلايتس ايوه بتاعته، ما انا اللي بقوله لك، هو ما فيش حد تقدر تقول عليه ان هو بيعمل كله، ما بالظبط انا عشان بقوله كده. لك. ما يعني احنا ايوه متفقين على كده، متقدرش تقول عليه، بس انا بقول ان في ناس لو وظفته، لو حطيته في بتاع كوميدي هيعرف، ولو حطيته في بتاع دراما هيعرف. قصدك في سيناريو كوميدي مش هو يبقى السيناريو كوميدي، ده ايوه اللي بقوله، ده ايوه الفرق اللي انا بالظبط بقوله. يعني، ايوه بالظبط فاهم. يعني انت لا يعني هو المفروض ده هيقول جوكس في البدايه ده، او هيعمل حاجات مضحكه، هيعرف يعمل حاجات مضحكه فاهم.
تحطه في مسلسل دراما المفروض يخليك تعيط، هيعرف يخليك تعيط. تحطه في حاجة أكشن هيخليك فاهم قاعد فاهم كده، فاهم؟ في ناس كده. أنا بقى بتكلم إن يعني ماجد الكدواني مثلا مش الشخصية اللي أنا حاسه لو حطيته في حاجة دراما اللي هي تخليك تعيط، فاهم؟ اللي هو المسلسل جد كده ان هو هيعمل كده، انا معرفش، بس انا بقول مفيش حاجه لا عشان كده بقول لك اتفرج، يعني عشان كده بقول لك اتفرج على الحاجات اللي هو بالذات في موضوع عائلي انا المسلسل اتفرجت ده. عليه. لا لا، والتاني اللي هو كان بيتكلم على ابنه، لا الموضوع كان صراحة ممكن ابقى اشوف يعني فعلا المسلسل ممكن ده. تخليك تدمع. يعني هو شاطر زي ما بقول لك، هو فجأة سبحان الله اوت اوف نوير بقى من الناس، بالنسبة لي الناس التوب اللي بتمثل في مصر. طب ما تقول كده، تعالى نحط الليست كده مثلا. هو احنا قلنا كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، ده بترتيب ولا بتحط لا عموما؟ لا من غير ترتيب بصراحة. يعني لو هتقول لي اختار ترتيب مين الاول، ما اعرفش صراحة. يعني انا بالنسبة لي اللي هم كلهم طب لو جبت التاريخ تاريخ. ايه في التاريخ مصر، يعني يعني الناس قول القديمة؟ تاريخ السينما، يعني حط الناس القديمة معاك، مين تعتبره مثلا ممثل نمبر وان جه في تاريخ مصر؟ هو انا عمال افكر، هو انت ما بين ثلاثة، ايه فخراني، اوكي، محمود عبد العزيز، والسعدني، صلاح السعدني. يا راجل صلاح صلاح السعدني سعداني عن احمد زكي. احمد زكي طبعا. لا انا اسف انا نسيت. لا لا بالنسبه لي، لو انا هشيل هختار ما بين صلاح السعدني، لا احمد زكي طبعا. احمد زكي و يعني انا شايف ان احمد زكي ومحمود عبد العزيز وفخراني هم كلهم في نفس المستوى، كلهم التوب، ناس على تيل حرفيا تمثيل. لو احنا بنتكلم في الشق الايه، الدراما والحاجات دي. وكمان الحلو كمان محمود عبد العزيز بقى كان كله محمود عبد يا العزيز باشا، بالنسبة لي هو نمبر 1 حط في لي مصر. دراما، حط لي كوميدي، حط لي انا امثلك اي حاجه. هو تمثيله وطريقة إلقائه وفهمه طريقة فعلا، لا هو فعلا بالنسبة لي محمود عبد العزيز ده نمبر 1. نور الشريف برضو حلو. نور الشريف حلو، بس يعني بتحس إن هو ناقصه حاجة مش عارف إيه هي. يعني لا انا بحس ان يعني سبحان الله، رجول كده مثلا، اكتر ولا عمل هو عمله اتشهر جدا هو الحاج حاجة متولي. متولي، وهو من اسوأ يعني من اسوأ الاعمال اللي هو عملها حرفيا. يعني هو عمل حاجات تانية احسن بكتير جدا، بس هو ده اللي اتشهر. يعني هو ده كانت الفكرة غريبة، اللي هو ايوه احكي قصة واحد متجوز اربعة ومش فاهم ليه ومش عارف ايه والكلام ده. يعني مثلا هو عبد الغفور البرعي كان ممثل حلو جدا. عشان بالنسبه لي الاثنين واحد، واللي هو العطار والسبع بنات، يعني هم دول مع بعض كده نفس حاجه واحده. هو بيمثل نفس بس لا يعني قشطه. يعني بس هو تمثيله عادي، اللي هو يدرس عادي. لا هو فعلا بيعرف يمثل، بيعرف ياخد الشخصيه. هو كان واخد الشخصيه بتاعت حاجة متولي، كان واخد شخصيه، فهو شاطر جدا. وبعدين ده بيبان في الافلام اللي هو عملها برضو. بس زي ما قلت لك، محمود عبد العزيز، لا محمود عبد العزيز توب توب يعني من واحمد زكي برضو توب، يعني واحمد طبعا زكي. يعني احمد زكي عمل احمد حاجات زكي طريقته في ان هو لا احمد زكي برضو من النادر قوي الناس اللي هي تعرف فعلا اللي انا بقول لك عليه ده، يعرف يغير الشخصيه فاهم بتاعته. بس انا بالنسبه لي يعني في يعني لا كان في فتره كده بحس ان احمد زكي برضو هو نفس الشخصيه كده نوعا ما، بس عشان كده دي بفضل محمود عبد العزيز سنه فاهم عنه. والله مش عارف يعني الاثنين لا انا بالنسبه لي. الصراحه احمد زكي برضو لا 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 هو الاثنين ماسك كل حاجه ده برضو. حقيقي. يعني هما الاثنين في التاريخ اللي انا شايف في تاريخ السينما المصريه، اللي هما مثلوا كل حاجه. لو احنا بقى عايزين مش نرجع عارف عن يمكن كده عشان كمان، محمود عبد العزيز بيضحك اكتر فعشان كده حاسين. لو احنا عايزين بقى نرجع عن كده كمان، انت بتتكلم بقى، انا ما اعرفش الصراحه، ارجع كمان بس انا ما عنديش اكسبيرينس قوي عشان انا ما شفتش افلام قديمه قوي. بس طبعا مثلا فؤاد المهندس كويس جدا. فؤاد المهندس من ناحية الكوميدي طبعا ده بالنسبة توب. لي توب. وبرضو انا سبحان الله بقى اسماعيل ياسين ما كنتش بحبه. على فكرة هو اسماعيل ياسين مش ممثل توب يعني فاهم بتاعه، هو في الكوميدي قشطة، بس هو يعني مش حتى مش اللي هو توب كوميدي يعني فاهم. لا بس مثلا بالنسبة لعصره كان توب كوميدي. يعني ايوه ما كان طبعا بالنسبة لعصر توب كوميدي، بس انت لو شفت عمر الشريف وهو بيتكلم عليه فاهم، ان هو بيقول لك ان هو عمال بيعمل افلام على طول فاهم، وعشان كده بيجي له مثلا واحد حلو وبيعمل مثلا سبعة وحش فاهم وكده، وعشان هو اي حاجة بتجيله بيعملها. عمر شريف برضه توب نوتش. لو عمر هنتكلم عن عمر الشريف شريف طبعا. طبعا هو ده ممكن، هو عمر الشريف طبعا هو الوحيد يعني اللي ممكن تقول ان هو ريكوجنايز فاهم بره، حتى هو كان مرشح للاوسكار فاهم كمان يعني. عمر الشريف طبعا برضه في التوب، يعني في التوب ثلاثة برضه لو انا حبيت اقول يعني. وبرضه أفلامه القديمة كانت كويسة. شفت له كام فيلم كده. بس يعني بس انا حاسس ان عمر الشريف في الافلام المصري الابيض والاسود تحسه برضه هو نفس الحاجة نوعا ما،
بس بعد كده اتطور، فاهم؟ حاسس لما طلع بره اتطور شويه يعني. وبالنسبة لي بقى الناس القديمة الأحسن من عادل إمام سعيد صالح، سعيد صالح طبعا ده وكمان اكتشفت إن ده actually common opinion. كومن اوبينيون، يعني ايوه. يعني الناس كلها بتقول لك لو سعيد صالح ما كانش اتسجن وكان دخل في الحوارات بتاعته دي كان هيبقى هو بالظبط، النمبر 1. هو فعلا، لا أساس. لا، طريقه كلامه والقوه فعلا، الحاجات الافيهات وكده لا يعلى عليها. انا اكتر حته بحبها جدا وكل مره بشوفها بتضحك لما اسمه ده، لما اخته في مصحة اسمها مصحة العيال كبرت، ايوه بتاعت فقالت له انا هفتح الشبيه، فقال لها فتاحه هشتغل فتاحه، فقال لها الشرف يا بنت الكلب الشرف. لا انا دي الحته دي بتموتني ضحك بجد. لا، هو في العيال كبرت هو كان تألق، وبرضه في مناسبة تألق الشاغبين، يعني طبعا. ما ناس شايفين، بس العيال كبرت ده كان متألق بطريقة فيها مش بغض النظر بقى ان المسرحيات دي برضو خدت نقد كبير جدا، وانا متفهم النقد، يعني انت بس عارف اقول لك على حاجه، عادي. لا اقول لك على حاجه، انا لو كنت ساعتها في وقتها كنت اقول يا عم الناس بتأفر ليه، بس سبحان الله انت اديك شفت الترانزيشن وتدني في الاخلاق كعامه العامه بتاعت الناس، وازاي العيال بتتكلم مع المدرسين بتوعها والكلام ده. يعني احنا كنا زمان، لا احنا يعني ما اعرفش عشان الكلام ده، انا كنت عايش في الامارات فانا ما كانش، احنا بالنسبه لنا المدرس ده حاجه مقدسه يعني. ما انا عندي مشكله مع الحوار ده برضه. مدرس لا هو حاجه مقدسه ولا هو ينفع انت تتعامل معاه بقله ادب كده، لا بص، فاهم؟ بس انا عندي برضه مشاكل، عشان في مدرسين كتير يعني. انا حوار التقديس ده انا عندي مشكله معاه، فاهم؟ في اي حد، انك تتعامل اي حد بالطريقه دي لا، لانه في يعني انت تلاقي مدرسين كتير بيغلطوا، بس عشان فكره، فاهم، ان هو لازم يبقى كده، فانت ما تقدرش تتكلم معاه لا ولا انا قصدي المدرس اللي اثبت نفسه ان هو ممكن يبقى قدوه. يعني في مدرسين ما يتعلوش من رجل، دي حاجه معروفه والعيال بتعرف تتعامل معاها بطريقتها، بس انا قصدي في مدرسين لا هو قدوه في حد ذاته، هو طريقه كلامه مع الناس، طريقه تعامله مع الناس، طريقه اللي هو بيسمعك ازاي، مش عارف ايه، ازاي بيحل مشاكل، الحاجات دي. فانت العيال برضو بتبقى مش عبيطه، العيال بتبقى شايفه، تبقى فاهمه ان ده مدرس محترم وده مدرس ان ما تعليش من جزمه من كلب وهكذا. فالمدرس اللي هو فعلا يعني قصدي، وبرضه تيجي تسال سؤال، طب هو ليه في بقى مدرسين ما تعليش من رجل؟ ما فاهم يعني، هو كان يعني طبيعي اصلا شخص ان هو يبقى مدرس، ده معناه انه يعني في الطبيعي المفروض ان هو كان بيحب التدريس، بيحب ان هو ينقل المعلومه، بيحب ان هو يبني اجيال، ده هدفه المفروض. بس انا لو هدفي في ده مش بياخد فلوس، فانا ممكن اتحول، يعني قصدي مع الوقت برضه هيبقى في تدني في ايوه. اخلاق المدرسين اللي هم المفروض بيبنوا الجيل ده بسبب الحاجات دي. فانا قصدي لو نتخيل كده سيناريو ان مثلا ان المدرسين كانوا بيبقوا من التوب اللي في المجتمع ومش عارف ايه والكلام ده، هل كنا هنشوف في مدرسين كده بيغلطوا او مش عارف ايه والكلام ده، ولا هيبقى بان لا هو فعلا شخص قدوه ومش عارف ايه والكلام ده، عشان هو مفيش حاجه تانيه شغل دماغه، هو كل دماغه ان هو عايز يبقى قدوه، وازاي حتى لو هو ما بينه وبين نفسه بيعمل حاجات غلط قدام اتليس قدام الاطفال لو والعيال. المنافسه بقى، الفكره كلها مش حكايه بس ان هو عايز يبقى قدوه، عادي. هو ممكن يكون، فاهم يعني، هو عايز يعمل شغله ان هو لاكمل وجه، من غير بقى ما هبقى قدوه ولا مش قدوه وكده، فاهم؟ هي الفكره ان لما بتيجي تعمل حد بقى، تدي بقى المرتبات العاليه، فبتنافس اكتر، فهيبقى الناس اللي هي اشطر ان هي توصل المعلومه. هو ممكن على فكره يعني، على فكره كان في مثلا دكاتره في الجامعه كتير ولا هو فارق معاه، فاهم، انت تنجح ولا ما تنجحش ولا بتاع، بس هو بيعرف يوصل لك معلومه، هو حابب العلم اللي هو بيدرسه وبيعرف يوصله ازاي، لا فاهم، بس للشخص. جامعة غير المدرسة، ما هو ده اللي في فرق انا كبير بكلمك، جدا هو على عادي، فكرة. هو ممكن في الاخر هيبقى مدرس بيوصل المعلومه كويس وبيخلي الطلبه شاطره جدا في البتاع ويحبوا الماده، بس هو برضو مش فارق معاه، انت فاهم يعني، هتبقى ايه؟ لا مش عارف اصلا. بص يعني انت دايما في وقت المدرسة هو دايما بيركز على الحتة دي، ان انا عايزك تبقى شاطر في المستقبل. مفيش دكتور في جامعة هيقول لك كده، لان انا عايزك انت تبقى واحد محترم ومش، مفيش. هو في الجامعة انت خلاص المفروض متربي، عيل متربي جاي كده عادي، ممكن انا مش هيقول لك هربيك. كده، واللي هو مجرد ان هو بيقول لك كده عشان هي لا لازم بس انا ترد قصدي، كده لا بس. بس انا قصدي من هدف، يعني انت دلوقتي في فيز كريتيكال جدا من حياة الطفل ده، هو فعلا بيبني لسه الشخصية بتاعته، فانت مفروض عليك مسؤولية كواحد مدرس، اللي انت كل تصرف انت بتعمله قدامه، كل كلمة تقولها قدامه وهكذا، دي هتبني شخصية طفل. ما انا قصدي ان انت لو اديت مرتبات عالية، ده مش معناه ان انت هيجيلك برضو الناس دي.
انت في الاخر اللي هيجي لك اللي هيعرف يضحك عليك في الانترفيو ويفهمك ان هو هيعمل كده. لا لا ما اظن، ما تاني عشان هي في الاخر شغلانه بمرتب عالي. لا فانا عايز زي ما انت بتروح يا كريم في اي شركه وتقعد تقول لهم انا عايز ابني الشركه وارفعها على حاجات فاهم مش عارف ايه يا ابني، هتقعد تقول اي حاجه، هتقول اي كلام، هتقول انا بحب اللي مش عارف ايه هتقعد بقى تحول. اكيد بتحول في الانترفيو، ما تحولش عليا. لا انا فاهم، بس انا بتكلم على هي نفس الحوار. لا بس انا بتكلم على بالذات مهنه التدريس دي مش سهله، يعني مش اي حد يعرف يبقى شاطر فيها. يعني انا ممكن ابقى واحد عايز ابني مجتمع وكذا الفل، بس ما اعرفش اشرح، فبرضه هترمي في الزباله. فمش اي أيوة حد. ايوه صح، ما انا قلت لك اهو، هو بيعرف يشرح وبيعرف يضحك عليك، يقول لك فاهم، يوري لك اللي انت عايز تعرفه، حتى لو هينجح. حتى لو انا قصدي لو هو حتى هيمثل قدام الاطفال او الاطفال دي ان هو شخص كويس محترم بيتكلم ناس بطريقه، وهو في الحقيقه شخصيه زباله، انا ما عنديش مشكله. اهم حاجه انت قدام الاطفال دي تبقى بتظهر مظهر معين، عشان انت بالنسبه لهم قدوه، عشان انت بالنسبه لهم بتبني شخصيه. بس هو ده مش عارف احنا اللي جابنا للحوار ده، مش بس تمام. اتركنا. انا عايز اقول لك احنا الموضوع فاهم احنا كنا عاملين مسح مش عارفين اصلا فاهم، كنا في الحلقه دي ان احنا قلنا ده هياخد 20 دقيقه ويطلع هنتكلم عن ايه فاهم. بس فالليست بقى من الاخر: محمود عبد العزيز، احمد زكي، راح نتكلم ناس قديمه، احمد فخراني صراحه ساعدني برضو كان من توب. اسمه ده طبعا في كوميديا بتكلم عادل امام طبعا، يعني ما اقدرش اقول لا ان هو، ما هو بغض النظر ان هو الحاجات السكشوال اللي هو كان بيعملها كتير قوي، بس شاطر طبعا، ما حدش يقدر يقول حاجه كده. اي حد غير كده بيزيد مع نفسه. أيوة. وبرضه هو كان بيتفرج وبيضحك عادي خالص على الحاجات السكشوال اللي هو بيقولها. ايوه بس ف سعيد صالح طبعا، بس اللي حصل ده وبس. وبعد كده بقى من الاجيال بعد كده بقى لا بيظهر بقى، لا عندك مثلا منى زكي شاطره جدا جدا، منى شلبي برضو، هند صبري توب برضو. هم ثلاثه دول اصلا في السنه في الجيل ده، هو هند صبري يعني هم نفس الجيل. احمد عبد العزيز، سوري كريم عبد العزيز، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، هند صبري، منى شلبي، منى زكي، احمد حلمي، هو نفس الجيل. ايوه الجيل ده. مين تاني؟ مش فاكر بقى، انا قلت احنا قلنا اسامي كتير بس مش فاكر. الجديد بقى محمد ممدوح. محمد ممدوح برضو طبعا. الجديد بقى مع لا ما جديد يعني مثلا البنت اللي عارف مين جامد قوي، بس هو طبعا هو خلاص هو قرر ان هو ياخد تراك الفلوس، محمد رمضان. لا بص انا ما اعرفش، لا محمد رمضان محمد فعلا رمضان. عنده امكانيات كبيره قوي فاهم في التمثيل، يقدر يمثل حاجات كتير، بس أيوة. هو خلاص قرر ان هو عايز ياخد تراك الفلوس. ايوه بالظبط. بس انت شفت له ايه تخليك تقول كده؟ انا هقول لك، عارف في فيلم اللي هو كان اسمه كام، 60 دقيقه او حاجه كده، ايوه بتاع القطر، بتاع القطر. ايوه شفت تمثيله فيه عامل ازاي؟ ايوه كان جامد فشخ يا ابني. انا اصلا اول مره شفته فيها انا قلت الولد ده، انا قلت الولد ده خليفه احمد زكي. ايوه وناس على كتير فكره ناس كتير قالوا كده. ايوه هو فعلا، وهو كان اصلا طالع بالفكره دي. لا هو يعني سبحان الله ضيع نفسه، كل واحد بيختار بقى التراك اللي هو عايزه بالظبط. هو في الاخر شاف، مع انه كان لو هو كان ما كمل في الحوار ده كان يعني كان برضه هجيب فلوس كتير. على فكره ما تعرفش هل في سيناريوهات تخليه يطلع الكلام ده؟ ممكن يكون مفيش سيناريوهات تخليه يطلع الكلام ده، ما انت شايف حال السينما عامل ازاي؟ مش عارف صراحه. بس هو فعلا ممثل مبدع، بس طبعا كل اللي عمله بعد كده ولا ليه اي ستين لازمه، ما طلعش أيوة. ابداعه اصلا. مش هو واحد مش مش هتكمل في التاريخ. هو واحد عمال يعمل قوه ويعمل حركه الكيك بتاعته دي ومش عارف ايه والكلام ده، بس خلاص هو اتحول من ممثل لمؤدي. ايوه ده الخلاصه، هو بقى واحد بقى مؤدي عشان بيجيب فلوس بس كده. عامه انا اتفق معاك برضو في الليست دي، اعتقد برضو لو اتكلمنا اوفر اول بالنسبه لي برضو محمود عبد العزيز، احمد زكي، مش عارف بقى فاهم، في يحيى فخراني طبعا فشيخ، اعتقد دول برضو الثلاثه بالنسبه لي التوب. الجيل الجديد هيبقى برضو صعب شويه، بس يعني لو قلنا اللي هو يعني لو قسمناهم جيل وسط وجيل جديد بقى فاهم، اللي هو يعني كريم عبد العزيز طبعا، مين تاني؟ ونسيت ان نسينا نيللي كريمي. نيللي كريمي نيللي كريمي نيللي كريم سوري اسمها نيللي كريم الهبل ده. نيللي نيللي كريم تمثيلها زمان كان تحت الصفر، خرا. ايوه فجأة بالتمثيل طلع برضو مع اسمه ايه ده اللي هو بتاع الغالب ده، هاني رمزي اسمه ايه، مش هاني رمزي، هاني رمزي طبعا. دي حاجه معفنه طبعا، هي عملت مش عارف ازاي، انا نفسي اعرف هي بتتفرج على الحاجات دلوقتي دي بتبص لنفسها ازاي، ما اعرفش. وبرده كانت طالعه مع اللي هو بتاع المقالب اسمه ايه، رامز جلال. رامز جلال
كان طالع اللي هو اللي طلع بدور نيلي كريم برضه. نيللي ايوه كريم ايوه ايوه بالظبط، تمثيل زي الخرا زي الخرا، وغبي منه فيه، هاني يعني هو رمزي غبي غبي منه منه فيه. هاني رمزي. تمثيل يعني، يعني مش حتى يعتبر تمثيل، انا كاني بتفرج على فاهم بروجكت، بروجكت ناس لسه بتتخرج ايوه من ايوه التمثيل بتمثله، بس برضه سبحان الله فجأة اوت اوف نوير. والبداية بتاعتها في الطلعة دي كانت اللي هو اظن يعني سجن النساء، مسلسل سجن النساء وكان في اسماء ده اسمه برضو ولا ما كانش، ولا زاد سوري. زاد برضو كانت ايوه ايوه كويسة فيه، وبرضو اللي كانت بتمثل حلو قوي بقى في سجن النساء كانت روبي. عامة روبي متمثل حلو. روبي حطها مع مخرج كويس ويقول لها تعمل ايه تعمله، يعني مثلا هي كانت طالعه في مسلسل هدى اللي صار مثلا ده كانت متمثل حلوة فيه. بقول لك ايه، عامة الكاستم انت المسلسل ده اتفرجت حلو على قوي. يوم ملوش لازمه يوم ملوش لازمة ده اللي هو كان ايه اللي بيحصل فيه؟ ده محمد هنيدي؟ لا محمد هنيدي عمل فيلم اسمه يوم ملوش لازمه، انا ما كنتش اعرفه، اسراء قالت لي ان ده من افشخ الافلام اللي محمد هنيدي عملها وما اتشهرش سبحان الله. فانا قلت لها بقول لك ايه، يعني اكيد طالما ما اتشهرش ما عملش هايب يبقى هو ما كانش حلو. انا اتفرجت عليه، ده اكتر فيلم انا في حياتي ضحكت عليه، لا يا انا مش راجل. بهزر النهارده اتفرج عليه مبدئيا. انا بقول لك اهو، انت عايز تضحك النهارده لو انت نفسك تضحك، خلاص يبقى يوم نتفرج ملوش عليه. لازمه ده من انا بقول لك ايه، انا اتفرجت عليه 3 مرات 4 مرات وكل مره بضحك يعني، يعني ماشي. وكان طالع فيه روبي، شوف بقى روبي تمثيلها فشيخ في الفيلم ده. هو كان عامل مسلسل اسمه كان اسمه يا ربي، اللي هو كان عامل كل حلقه برضو قصه حاجه زي كده، مين؟ تمام، محمد هنيدي؟ هنيدي وما اتشهرش قوي برضو، وهو كان الحلقه من الحلقات كان المفروض دي، فهو لما قرا السكريبت قال لك لا ده ما ينفعش تبقى حلقه، دي لازم تبقى فيلم، اوكي وعملها فيلم. الفيلم تحفه، الفيلم ما فيهوش حته ما بيضحكش يعني، ما فيش جزء ما بيضحكش. بس هو يعني لازم اتفرج عليه. طيب ده حاجة حلوة إن أنت بتقولها دلوقتي، عشان هنيدي طلع عليه كومنتس كتير الفترة دي بسبب الفيلم بتاعه الأخير. ناس كتير بيقولوا ده أوحش حاجة شفناها في حياتنا. فشوفوا بقى يا جماعة يوم ملوش لازمة وقولوا لنا كده إيه رأيكم في الفيلم ده، محمد هنيدي وممكن برضو تقولوا لنا الليست بتاعكم أحسن ممثلين برضو في الكومنتس، وإيه بالنسبة لكم يعني، قولوا لنا رأيكم بقى في الحوار ده بس انا كله. كنت عايز اقول حاجه على محمد هنيدي. محمد هنيدي في حاجات برضو معينه بس هو اللي عملها حلو للاسف يعني، يعني مثلا ليه محمد هنيدي عنده حاجات كتير قوي في زمان ايوه حلوة، طبعا يعني، بس انا بتكلم فيها برضو حاجات كتير وحشه، ما دي المشكله. بالذيل كانت اللي هي الفترة اللي جت بعد، تحس ان هي بعد فول الصين العظيم، فاهم؟ بالظبط. هي الفترة امير دي جت البحار انا ما بحبوش، ناس أمير بتحبه بحر ده وحش، مش عارف ليه. يانا يا خالتي. لا يانا يا خالتي، هو في افيهات كده بس صراحة لا، ولحد دلوقتي بنستخدمها يا عم حرام. لا يعني يا يعني خالتي من الناس برضه لو دي هنحطها كويس هو فعلا ده وش التانيين. اجرام تحت الزباله، مفيش اصلا قصه، انا بقول وش لك مفيش فين قصه. ايوه امير البحار برضه بتاع اللي هو بتاع اللي هو بيغني، كان فيه بيطلع فيه مغني ده عند ليه بالدق عندي بدو ده برضه، وحش قوي. فهو بس للاسف بقول لك ايه، عند ليه بالدق بالنسبه لي زي انا يا خالتي برضه، في افيهات فاهم تطلع منه، فاهم؟ طلعت منه افيهات يعني، ولا لا ولا مش هو. لا 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 ده كان وحش قوي، لا هو كان ما وحش، طلعش منه حاجه. ايوه بس مثلا فول الصين العظيم كان التوب ده توب من يعني، توب ده الافيهات. بالظبط. هو عارف مين في الكوميدي اللي احنا المفروض نديله منشن برضه وما نديلوش منشن؟ علاء ولي الدين، طبعا طبعا انت بتتكلم في حاجه، انا عشان في واحد صاحبنا بيقول لك ان هو ممثل عادي. انت مين اكيد بقى؟ عارف مين. انا اكيد عارف انا خلاص. اصلا ما ماشي. بس احنا بالنسبه لنا يعني فيلم الناظر ده ايه من ده؟ توب افلام الكوميدي اللي اتعملت في تاريخ السينما. ده لحد دلوقتي افيهاته بتتقال، ايوه لحد دلوقتي الراجل ده كان يعني هو عبقري. فعلا في افيهات اللي هي فعلا مثلا من عبود فاهم عبر والناظر. الحدود عبود على الناظر هو خلاص اتدخلت في المجتمع فاهم، بقت جزء من نسيج المجتمع يعني. فهو ده برضو منش لازم نتكلم عليه، الله يرحمه. الله يرحمه، كان برضو من الناس، كان ناس كتير جدا شكرت فيه يعني، ده قليل قوي في المجال ده الناس تطلع ناس تشكر فيك يعني، صعب، صعب عشان هو اصلا منافسه وبرضو في ايوه مجتمع تاني خالص وبتنجان، فهو ان تكون انت حافظ على نفسك في مجتمع زي ده، ان انت تبقى عادي انسان طبيعي ما فيش اي حاجه، عارف زي مين؟ وبرضو انا حاسس ان هو يعني مظلوم جدا، بس هو ما اقدرش اقول ان هو توب طبعا يعني، اشرف عبد الباقي. اشرف عبد الباقي. اشرف عبد الباقي انسان محترم جدا يعني، هو شخصيه محترمه جدا يعني، انا مثلا احب ان هو يبقى خالي، بس ما بحبش تمثيله قوي يعني، هو تمثيله ايوه مش توب عشان هو بيمثل نفس الطريقة بنفس كل حاجة، مفيش أي حاجة متغيرة،
بس محترم جدا وعسل وجميل وسهل كده في التعامل، ومفيش بقى بيتكلم على المنافسة والقرف والكلام ده. يعني مثلا احمد فهمي هو واخوه عيال سرسجيه، انا بحس ان هم عيال سرسجيه. ما هو ده اللي انا بقوله لك. يعني هو جايين يتخانقوا، هتحس ان هم عاملين جميله في الناس اللي هم بيمثلوا. يعني انت، انا اسف، يعني هو واخوه ومراته ما تعرفوش تمثلوا، بقول لكم ما تعرفوش تمثلوا. بقول لك، انت شفت اخت مراته برضو كمان دي اللي طلعت دي في اسمه ايه، في مسلسل تقريبا ولا فيلم مش فاكر، بس انت لما تشوفها هتقول يعني انت هنا ازاي، فاهم؟ هي فاهم بالظبط نفس بتمثل نفس طريقتها، نفس الناس طريقتها، فاهم؟ فهي يعني احنا خلاص يعني هي في واحده، بعد واحده اذنك، كفايه. بعد اذنك انا ازاي، بعد اذنك بطلي تمثيل. يعني نفسي، انا اسف يعني، بس يعني يلا في ما حاجات كده علينا تاني، انتوا عشان بابليك فلازم تستحملوا رأي الجمهور. ما علينا يعني. طب انت اعتقد كده اخر حاجة نختم بيها، ما تدينا طب الليست بتاعك في الانجليش، ممثلين الانجليش لا ده كتير قوي، احنا كده نختم بيها، ما ينفعش مينفعش؟ يعني. احنا ماشي، طب خلاص ممكن نتكلم بيها الحلقة الجاية. ممكن بس بسرعة اقول لك بسرعة. هنتكلم طبعا توم هانكس، ليوناردو دي كابريو، ماثيو ماكونهي، مين تاني، مين تاني، بسرعة بسرعة بسرعة. ويل سميث ليه حاجات تحفة وحاجات أي كلام. ايوه هو أنا بالنسبة لي هو كممثل هو مبدع، وظهر جدا في دراما لما جه عمل ده حقيقي، I'm legend. لا أيم ليجند كان دراما على أكشن سيكا، بس طبعا الدراما اللي فيه كانت تحفة. بيرسوت اوف هابنس Pursuit of Happiness طبعا يعني توب توب. توب. يعني انا في الحته الاخيره دي اللي هو لما جه عمل كده وفرح ومش عارف ايه، بقول انا لك عيطت. ايه، انت اتفرجت على King Richard؟ لا بس هو كان واخد ريتنج وحش قوي عشان كده ما اتفرجتش عليه. لا هو حلو، هو مش هو حلو، اللي تمثيله حلو قوي. بيتكلم على اللي هو سيرينا ويليامز اه صح، وفينس ويليامز. انت لو بصيت اصلا هتلاقيه واخد 5 بوينت حاجه. لا عشان هو هتلاقيه لطش عشان الاوسكار، عشان حوار الاوسكار، وهتلاقيه اخد ريتنج وحش عشان حوار اوكي، الاوسكار. يعني هو فيلم اصلا حلو يعني. فيلم حلو وبرضه واخد عليه اوسكار، فاهم؟ فهو شفت 7 باوندز، 7 باوندز ما هو فشيخ. عشان كده بقول لك ويل سميث في ناس كتير تقول لك ايوه يعني هو كونترفيرسال قوي، الناس تقول لك مش بتحب يا عم ازاي، انت بص التاريخ بتاعه برضه. هو عمل حاجات وحشه، من ده مثلا من الحاجات اللي هي تحفه انت بتحب تتفرج عليها عادي، اللي هو بيضيعك وقت جميل، ايوه ايوه بس مش اللي هو حاجه ما عبقريه في اقول لك التمثيل. واحد برضو ده لازم يبقى في الليست، انا اعتقد ده اكتر واحد الناس مجمع عليك، الناس كلها مجمع عليه، هو واحد كريستيان بيل. طبعا 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 طبعا. لا انا اكتر حاجه حبيته لما جه عمل فيلم هو ذا برستيج. ذا برستيج كان ايه ده فشيخ، ايه ده، وفي فورد فيرسس فيراري برضو لا كان دي مش بيمثل عارف. حلو قوي، وفايتر ده واخد عليه اوسكار فشيخ. هو كله فشيخ، هو فشيخ، هو لا ده هو هو فعلا ده ممثل، بس هو برضه مش هقول الممثل الجوكر، بس هو فشيخ والله، هو ينفع برضه، بس هو لا هو لا لا هو جامد. فانا بالنسبه لي ماثيو ماكونهي، توم هانكس. توم هانكس لو انا هرتب الناس، انا بالنسبه لي ليه حب شخص كده توم هانكس، عشان توم هانكس مثل كل حاجه، مثل ديتكتيف، مثل لوحده في الجزيره. ايوه ايوه لا الصراحه جامد جدا. وبرده لما جت حط في دور كوميدي ذا تيرمينال مثله تحفه تحفه. في حته لو فاكر لما قال له قول لي اللي انت خايف اللي انت ترجع بلدك وانا مش هرجعك بلدك وهديك واخليك تطلع من البتاع، فقال له ار يو افريد اوف، كان اسمها تقريبا مش عارف اسمها ايه، حاجه كده زراجوزا ولا مش عارف اسمها ايه، المهم يعني. فقال له ار يو افريد، قال له نو كده، قال له خلاص اطلع، قال له بات ام افريد اوف دراكولا، ام افريد اوف اللي هو خليني بقى ده حاجة، لما عندي واحد صاحبي حصل له نفس الفيلم ده، تيرمينال ده مش قوي يعني، بس تقريبا نفس الحوار، فغريب ما احكي لك على القصة دي. بس. فانا توم هانكس، ماثيو ماكونهي، ليوناردو كابريو دول توب طبعا، ويل سميث، توم كروز، مين تاني برضو اللي هو فشيخ طبعا بس انا ما بنسى اسمه، اللي هو كان طالع في سايلنس اوف لامبس، انتوني هوبكنز. انتوني هوبكنز. بغض النظر خد بالك من حاجه، انت لو ركزت مع انتوني هوبكنز هو بيمثل نفس الطريقه، ايوه هو نفس الشخصيه بتطلع في كل حاجه، بس هو دايما بيبدع ايوه يعني، هو دايما انا بحبه. ده حقيقة، ده انت حقيقة راجل فشيخ، انت راجل كبره والله العظيم، انت بتمثل حلو جدا يعني، ايوه انت ده حقيقي. هو نفس تمثيل سبحان الله. هو انت لو حطيته هنا هو نفس الحاجه بالظبط. حتى برضه كان طالع في مسلسل اسمه ويست وورد، مش عارف اتفرج عليه. ويست وورد طبعا اتفرجت المسلسل ده، بحبه فشخ اصلا. بس فهو كان طالع برضو فشيخ فيه يعني، ايوه هو بس نفس الطريقه سبحان الله. برضو طبعا اسمه ايه ده اللي كان طالع، انا دايما عندي مشكله مع اسامي، اللي هو اسمه ده اللي كان طالع في ديبورتد، راجل جاك نيكلسون، جاك نيكلسون. كنت لسه هقوله لك. لا ما ينفعش
هو ده واخد، انت عارف انه واخد 3 اوسكار، وهو من الريكوردز بتاع الاوسكار، او يعني اكتر راجل واخد اوسكار، اكتر واحده واخد اوسكار، او اكتر حد واخد اوسكار كانت واحده كده زمان واخد 4، بس بعديها جاك نيكلسون. جاك نيكلسون ده فشيخ، وبرضه اللي جامد بس برضه فشخ، تحس ان هو بيمثل نفس الطريقه ساعات كتير، بس لا هو فشيخ. واللي جامد فشخ برضه اسمه ده، انا بحس ان هما في نفس الفئة يعني. بقول لك ايه بقى، عايز اوريك فيديو كده لمات ديمون بيحكي على جاك نيكلسون في فيلم ذا وبحب بارتر. برضه مات ديمون جدا. مات ديمون حلو، فاهم؟ شفته شفته؟ في البودكاست ده، قالوا I'm what we can in do the scene here was but what we can do now that's a sinister thing. بس وبرضه ايه تاني اسمه ايه اللي هو كان طالع في جاد فادر يا صغير؟ الباتشينو. الباتشينو طبعا يعني. الباتشينو عندي عليه يعني كان هو جامد، بس برضو يعني بحس ان هو مش بالجمدان اللي الناس حاطينه فيه، فاهم؟ مش عارف بس بصراحة بحبه جدا. يعني بحس روبرت دينيرو افشخ منه في التمثيل. روبرت دينيرو تحفة برضه، جميل جدا. لا بس لا انا صراحة ما اقدرش اقول ان روبرت دينيرو احسن منه في التمثيل يعني. ده لو الباتشينو جيت برضه شفت يعني تحس الباتشينو هو جاد فاضل، بس لا كان ليه برضو اسمه الفيلم كده بتاع هو كان في طرف فيه اعمى. عادي مش تمثيل فشيخ. بس انا ده اللي اسمه سنت اوف وومن. سنت اوف وومن بالظبط. ده انا الصراحه كان بالنسبه لي حلو جدا، دراما تحفه يعني، جميل. بس فالناس دي طبعا تقيله. انا اصلا انت لو جيت تفكر، عشان كده بقول لك ما ينفعش تبقى ختام، احنا قعدنا ربع ساعه عشان بس من الليست، فعشان كده خلاص خلينا ننهي دلوقتي ونشوفكم في الحلقة الجاية، وممكن تقولوا لنا الليست بتاعكم برضو في الانجليش، وخلينا نناقش الحلقة الجاية ونشوف ماشي. هنعمل ايه. يلا اوكي يا عم كريم، يلا يلا شوفك بقى، سلام سلام.